هنبدأ بقى إن شاء الله نتكلم عن الليست، ودي حاجة مهمة جدا 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 في البايثون لا غنى عنها يعني. الليست ديت عاملة زي، طبعا من اسمها كده، إن هي بتشيل كذا حاجة مع بعض. يعني أنت مثلا، مثال بسيط، عندك مثال ليست 1 دي بتشيل مثلا، تحط فيها فيزيكس، تحط فيها كيمستري، تحط فيها أرقام، تحط فيها تكست، فبتشيل أي حاجة، بتشيل أي حاجة من أي داتا تايب. يعني ممكن تحط فيها انتجر وفلوت وسترينج وكومبلكس وبوليان، يعني اي نوع من الانواع اللي احنا خدناها في داتا تايبس الموجوده عندنا. طيب، فدي طبعا ما بتشيلش قيمه واحده. انت كنت متعود دايما عشان تعمل فاريبل كنت بتقول له اكس بيساوي فيزيكس، صح كده؟ عشان تعرف الكيمستري كنت بتقول له واي بتساوي كيمستري، تمام؟ كنت عشان تعرف 1997 97 دي كنت تحطها مثلا في ايه، في فاريبل ثالث. طيب انا مش عاوز كده، انا عاوز احط 100 حاجه في متغير واحد، اللي هو الايه، اللي هم بيسموه بقى ايه، ده المفهوم بتاع الليست. نفس الكلام، عاوز احط مثلا قيمه 1 2 3 4 5 في ليست برضو، فعشان كده ايه، اعمل ليست 2 بتساوي كذا 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 كذا. طيب انت ملاحظ دلوقتي ان السترنج بيتعامل مع ايه، بسنجل كوت او دبل كوت. يعني انت ممكن تعمله يا اما بسنجل كوت يا اما دبل كوت، نفس الكلام بتاع المره اللي فاتت، ونفس الكلام اهوت، سترنج معمول بايه، سنجل كوت. طيب النمبر بقى، طبعا انت ما بتحطش في النمبر ايه، سنجل كوتيشن، لان لو حطيت سنجل كوتيشن على النمبر ده هيبقى نوعه ايه، هيبقى نوعه ايه، قول لي انت كده. لو ما حطيتش ده في سنجل كوتيشن، لا مش هيبقى سترينج، هيبقى انتجر. لو انا حطيت يعني دلوقتي سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن على 1997، ده يعتبر ايه، هيبقى سترينج. هيبقى عملت سترينج. دبل يبقى كوتيشن انا كده بسترينج. بالظبط كده، يبقى انا مش هستفاد منه في حاجه لو انا عملته ايه، لو انا عملته بالشكل ده كده. انت عايز تعرف الليست دي ان في حاجات تبقى سترينج وحاجات ايه، انتجر. دي بالظبط، دي الميزه بقى، الميزه اللي موجوده في بايثون عن اي لغه برمجه تانية. اي لغه برمجه تانية يقول لك ايه، انت عشان تعمل ليست او اري لازم تحط لي القيم اللي هنا ديت، لازم تكون كلها من نفس النوع. يعني ايه كلها من نفس النوع؟ يعني لازم يكون ده سترينج وده سترينج وده سترينج دي وده رخمة سترينج. قوي دي. ما ينفعش، ما يسمحش لي ما يسمحلكش انك تحط انك تحط قيم مختلفه عن بعض، او الداتا تايبس بتاعتها مختلفه عن بعض. فدي ميزه طبعا في الليست، ان هي بتشيل ايه، بتشيل اكتر من داتا تايب في نفس الوقت، ماشي؟ وممكن تشيل لك طبعا ايه، من نفس النوع عادي جدا، يعني تشتغل نفس الشغل القديم ونفس الشغل الجديد بتاعنا اللي احنا عاوزينه. تمام. طيب، بيقول لي ان الليست دي ذا موست بيزك داتا ستراكشر ان بايثون، دي اكتر حاجه مستخدمه في بايثون، ماشي؟ بتستخدم في حاجات اللي هي خاصه بالسيكونس، اللي احنا مثلا نخزن حاجات خاصه، حاجات سيكونس ورا بعضها كده، 1 2 3 4، فيزيكس كيمستري مش عارف ايه الحاجات دي. بيقول لي each element of a sequence is assigned a number، يعني الاندكس بتاع فيزيكس ده الاندكس بتاعه زيرو. يعني انت لو عاوز تضيف قيمه الفيزيكس لوحدها هقول له list 1 of 0. يعني ايه list 1 of 0؟ يعني هقول له مثلا ايه، تعال نشوف الكود كده. لو احنا عندنا مثلا list بتساوي، وقمت فاتح الليست، خلي بالك ان البراكت بتاع الليست ده مختلف عن البراكت اللي هو القوس، ومختلف عن البراكت اللي هو بتاع المجموعه. ده بتاع الاندكس، مش ده اللي انا بعمله الاندكس؟ هو اللي هو ده. بتاع الاندكس ده انا بستخدمه برضه عشان ابني بيه الليست. عاوز مثلا اعمل الليست دي احط يعني فيها مثلا ايه، البراكت اللي بعمل فيه الاندكس سترينج هو نفس البراكت اللي بعمل فيه الليست، بالظبط. زي وعندي الفل. هنا ايه، محمد مثلا، ماشي؟ بس خلي بالك انت ما تنساش الدبل كوت عشان ده سترينج، بس هنا بقى ما فيش القوس ده. هنا هكتب الايه، هكتب هنا على طول كده، وافتح كده مثلا اقول له يوسف، وبعد كده مثلا ممكن احط 50 عادي جدا، بعد كده ممكن احط 40 بوينت مثلا 5، لود ماشي؟ انا كده عندي ليست فيها ايه، فيها فيها كذا فاريتي تايب. اوف داتا تايبس، يعني فيها سترينج وفيها انتجر وفيها فلوت. طيب لو انا عاوز اكسس قيمه محمد، عاوز اضيف قيمه محمد، يجيبها ازاي؟ بالاندكسيز بقى. انت عندنا مثلا برنت، انا عاوز اعمل برنت الليست اوف، ماشي؟ لو انا كتبت هنا زيرو، ركز معايا بقى، لو انا كتبت هنا زيرو ده الاندكس بتاع مين؟ بتاع أول واحد، بتاع اول واحد فيهم. طيب لو انا كتبت واحد ده الاندكس بتاع محمد، بتاع محمد. لو انا كتبت اثنين يبقى ده الاندكس بتاع مين؟ بتاع يوسف. اثنين. طب لو انا كتبت ثلاثة يبقى 50، ايه، لو خمسين، انا كتبت أربعة يبقى 40، أربعين. طب تعالى نتأكد حلو. كده، لو انا عملت برنت كده هيقول لي إيه؟ بص الأول أربعة، بيقول كده عندي إيه؟ عندي أحمد. أحمد. طيب لو أنا قمت قايل له إيه؟ أنا عاوز الإندكس رقم 4، ركز بقى معايا، زيرو مركز. ده زيرو، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة، أربعة، تمام، خلاص؟ هيبقى 40 ونص. يبقى إيه؟ يبقى هيطبع معاك 40 ونص.
طيب انا دلوقتي عندي مثلا 100 قيمه جوه الليست دي، وعاوز اعدي عليهم واحده واحده واطبعهم على الشاشه. هل منطقي ان انا اعمل كل شويه برنت ليست اوف 0، ليست اوف 1، لا ليست اعمل اوف فور 2، ليست فانكشن اوف بقى، 3؟ فور لوب، اه يبقى لازم تعمل ايه بقى؟ لازم تعمل الفور فور لوب. لوب. اه بالظبط. يبقى انا اجي هنا كده، اجي قبل البرنت دي واقول له ايه؟ فور اي ان رينج، ماشي. ممكن اقول له الرينج بتاعي لو انا عارفه مثلا من زيرو مثلا ل العدد ده كام؟ 1 2 3 4 5. طبعا لو انا كتبت هنا 5 المفروض هيمشي من زيرو لكام؟ زيرو قول انت أربعة. بقى، من زيرو ل 4. يبقى انا كده ماشي صح ولا غلط؟ صح. طيب، وبعد كده البرنت دي لازم تاخد الانديتيشن بتاعها المظبوط اللي هو التابه، ماشي، عشان انا شغال دلوقتي فور لوب. ايوه فاهم. طيب بدل ال 4 دي احط مكان ايه بقى؟ بدل الأربعة أحط بقى الليست نفسها، يعني أعرف الليست لا، قول له ليست الفاليوز اوف ايه؟ اوف اي، اوف مش اي، الاي دي لفوق اول الاي. مره، صح مش الاي دي اول مره هتاخد زيرو، افتكرت. صح ماشي. صح هيقوم طابع افتكرت. مين؟ هيقوم طابع احمد. بعد كده الاي دي هتاخد تاني مره مين؟ محمد اللي هو واحد، اتنين، واحد وبعد كده اتنين. وبعد كده اتنين، وبعد كده تلاته، وبعد كده اربعه. يبقى انا زي دلوقتي لو جيت الفل. عملت برنت، بص حلو كده، بقى الأربعة ورا هيبقى عندك اهو احمد، كويسة محمد، جدا. يوسف، 50، 40. طبعا لو انت جيت تزود هنا بقى 100 فاريبل او 100 قيمه يعني موجوده جوه الليست دي، هتشتغل معاك عادي جدا بدون اي مشكله. تمام زي كده؟ الفل. تمام. طيب دلوقتي لو انا قلت لك ايه؟ لو انا جيت قمت جاي هنا عامل فور لوب جديده كده، انا قلت لك دلوقتي انا مش عاوز امشي بالرينج ده، انا عاوز اقول له ايه؟ عاوز اقول له فور اكس مثلا ان، واقول له ان ليست. بص بقى الحركه دي، لو انا عملت ايه؟ فور اكس ان ليست، كل مره الاكس هتاخد قيمه من السترينج، قيمه قصدي من الليست. يعني اول مره اكس دي هتاخد كام؟ لو انا قمت عامل برنت اكس، ايه اللي هيحصل في الحاله ديت؟ كل مرة هتاخد قيمة من الليست، صح؟ اه قيمه من الليست، يعني يعني هتطلع برضو هطلع ايه؟ أحمد، احمد، محمد، محمد، طب ما زي يوسف. الرينج، بدل ما اه أعمل ما رينج هي ما ما أعذبش هو ده، نفسي. ما انا بقول لك ده شكل تاني. يعني انا ممكن اعمل كنترول ايه، كنترول 1 كده، يبقى كده ده كومنت. يبقى انا كده لو عملت برضو برنت هيظهر لك نفس الايه، نفس نفس البتاع الاوتبوت موجود زي عندك. الفل. طيب يبقى دي طريقه ودي طريقه. يبقى الاكس دي يبقى فور اكس او فور اي ايا كان الفاريبل ده ايوه ايه، فاهم. فور اكس ان ليست، ان ليست كانك بتقرا انجليزي كده، يعني الاكس تقع في الليست. يبقى اول مره خد لي خد لي احمد، ثاني مره خد لي محمد، ثالث مره خد لي يوسف، ثالث مره، رابع مره خد لي 50، وهكذا. فهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي؟ تمام. طيب سؤال معلش، قول الاكس لي. نفسها لما انا قلت لها 4x ان ليست برنت اكس في الفاريبل اكسبلورر هيقرا الاكس دي ايه؟ ما هو وريها الفاريبل لي كده. اكسبلورر ده هيقرا الاكس ديت، الاكس دي قيمه اللي هي اخر قيمه واقف عندها، مش اخر هيقراها ليست. قيمة فهمت. ليه بقى؟ لان ليه؟ هنا انت بتقول له فور اكس ان ليست، الاكس دي هي فاريبل هيشيل قيمه واحده كل مره. لكن امتى تشوف كله؟ لو انت جيت فتحت الليست بقى نفسها، الليست الاصليه اهي، بص كده وده الليست طيب الاصليه اسمه فيها بقى ليست الكلام ده جديد. كله. اقفل دي هتلاقي مش ظهر ليست الليبل. جديد، هو ده دي مش فاهم الاكس قصدي. الليست الاصليه، يعني الليست الاصليه الليست دي. نفسها في الفاريبل اكسبلورر اسمها ليست بقى، يعني كتايب ليست، بدل مثلا ما الاي هي اسمها اسمها ليست انتجر والاكس بالظبط. اسمها فلوت. فاهم فاهم. تمام. اه بالظبط. فعشان كده يفضل انت ما تكتبش الاسم بتاعك ليست، انا قلت لك بس كده عشان ايه؟ عشان تفهم ابقى فاهم المعنى الليست بتاعها ايه. فانكشن عامله ازاي. يبقى ديت ايه؟ ديت المفروض تكتبها باسم ايه؟ ما الحاجه اللي انا يكونش عايزها مثلا. ريزيرفد، لان بالظبط، لان ليست ديت ريزيرفد، محجوزه. هي اشتغلت معانا كده عادي، بس هي المفروض تكون محجوزه. زي يبقى المفروض الفل. اقول له ليست 2 ايكوال كذا، فور اي ان رينج كذا، اعمل لي برنت ليست 2 اوف اي، او فور اكس ان ليست 2 برنت ايه؟ برنت اكس. طبعا هيطلع لك نفس الايه؟ نفس الاوت اللي احنا اتفقنا عليه. زي الفل. طيب ده حاجه مبدئيه كده عن الليست، ومفهومها ايه؟ ان مفهومها ان هي تشيل اكتر من داتا تايب، ودي اكتر ميزه بتميزها عن اي لغه برمجه تانيه، ماشي. الميزه التانيه في البايثون ان هو بيديك صلاحيه انك تعدي على كل واحد فيهم باستخدام اندكسيز، يعني ممكن تشتغل باندكس، ماشي. ده اللي هو بيسموه الاندكس يعني، او انك تشتغل بالقيمه نفسها باي فاليو، يعني انك تعدي عليهم ايه؟ باي فاليو، ماشي. طيب تمام. يبقى ده اسمه ترافيرس باي اندكس، وده ترافيرس باي ايه؟ باي فاليو. ترافيرس دي معناها يعني تعدي عليهم كده وتطبعهم واحده واحده. طيب تعال نشوف ايه اللي موجود. الميزه اللي بعد كده هو بقى بيشرح لك انا نفس الكلام، هو بيقول ذا ليست از موست versatile data type available in Python which can be written as a list of comma separated، يعني بتفصل ما بين كل واحد والتاني بالكوما. ما تنساش الحاجات دي لان الحاجات دي سينتاكس.
ماشي. ماشي، وبتفتح الليست بتاعتك بالبراكت اللي هو اللي انت شايفه ده كده، اه وهو اه هتلخبط ما بينه وما بين اي براكت تاني، لان كل نوع من الداتا تايبس، في نوعين تانيين لسه هتاخدهم، في نوع اسمه تابل ونوع تالت اسمه ديكشنري، كل نوع فيهم تمام. بيتفتح بقوس معين. اه ماشي، تمام كل واحد ماشي ليه مميزات وليه عيوب، يعني كل تمام واحد ليه فرق ما بين التاني. فده زي اول نوع احنا الفل. بناخده عندنا الليست، فالليست ده هو اشهر نوع هيستخدم اصلا دايما معاك، حتى في الديب ليرنينج، حتى في ايوه الماشين انا كان ليرنينج. عندي سؤال بقى، معلش سابق الاوانه بس عشان ابقى متخيل يعني. ماشي، اتفضل. الليست دي مثلا، انا مثلا عندي فور اكزامبل اكس وواي، وعايز اعمل استيميشن واي من اكس، اقوم عامل ليست مسميها اكس وليست مسميها واي بالظبط بالفانكشن دي، كده، صح؟ بالظبط كده. يبقى زي انت عندك الفل. الليست الاولى بتحط فيها الانبوتس، والليست الثانيه بتحط فيها الاوتبوتس، وبعد كده بتدخل بقى على الموديل بتاعك الماشين ليرنينج، هتعمل تريننج وتعمل بريدكت بعد كده ايه بجزء بتاع التستنج الموجود عندك. زي الفل. بيقول لي important thing about a list is that items in a list need not be of the same type. دي الحته المهمه جدا اللي انا باكد لك عليها كل شويه. انت انت عاملها بلون عندك تاني الليست دي حتى. الايه؟ انت عاملها بلون تاني عشان تبقى واضحة. اه بالظبط. فعشان كده بيقول لي انت عندك الليست دي اللي بيميزها عن اي حد تاني، ان انت عندك الحاجات اللي موجوده جوه مش لازم تكون من نفس الايه؟ من نفس الداتا تايبس الموجوده عندك. طيب تعالى بقى ناخد شويه ايه؟ شويه مانيبيوليشن كده على الليست دي. لو انا عندي ليست 1 بيساوي فيزيكس كيمستري 1997 و2000، وليست 2 بتساوي 1 أرقام 2 بس. 3 4 5 6 7، طبعا دي تختلف عن ديت تماما، دي اسمها ليست 1 دي اسمها ليست 2، ماليش دعوه بدي. طيب قول لي انت بقى، لو انا قلت لك دلوقتي برنت ليست 1 ليست 1 اوف 0، اطبع لي ليست 1 اوف 0، دي هتظهر فيها ايه؟ print list 1 of 0 اه وليست 1 of 0. ليست 1 الاولانيه ليست 1 of 0 هيطبع لي فيزيكس. لا، لو ان هي دي معموله ما بين دبل كوتيشن، يبقى اه هتطبع ما عليه بين هنا. دبل كوتيشن، سوري انا اسف، دبل كوتيشن دي تطلع string زي ما هي، تطلع اه ليست 1 تطلع of سترينج 0، زي ما هي بالظبط، والليست 1 اوف 0 بقى تطلع ايه؟ لا دي تطلع فيزيكس. دي تطلع فيزيكس. يبقى اه انا الاوتبوت فهمت. الاولاني هيظهر يقول لي ليست 1 اوف 0 هتساوي اللي هي الفيزيكس ايه؟ القيمه اللي موجوده عندك في اول اندكس في الليست 1. طيب تعالى قول لي كده، برنت ليست هنا 2 نفس الكلام اطبع دي. لي من 1 ل 5. عارف يعني من 1 ل 5 يعني ايه؟ من واحد يعني لخمسة إيه؟ يعني النهاية أربعة، البداية من واحد، اه بالظبط. يبقى بس دي البدايه من واحد string، لحد النهايه بس اربعه. دي string، ماشي، ما هو هيطبع دلوقتي هيبقى ايه؟ كلمة list 2 واحد لخمسة، مش هيعمل حاجة إن أنا أعمله ماشي double دي، quotation. ماشي دي بقى. دي اللي هيطبع بقى، دي اللي هيطبع اه من هيطبع من كام رقم لكام بقى؟ واحد لرقم أربعة. بالظبط، يعني هيطبع فيزيكس وكيمستري و1997 و2000. لا طيب بس تعالى خلي نشوف بالك كده. دي ليست 2، مش هيطبع فيزيكس وكيمستري، هيطبع واحد اتنين اه اه تلاتة بالظبط أربعة. بالظبط. اه يبقى دي هتطبع 2 و3 تلاتة وأربعة ماشي وواحد كمان. و4 و5، مش لأنه خمسة، هنا لأن هيطبع من خمسة واحد، دي مش فول هيطبع من فانكشن. واحد لأربعة، هيطبع من واحد لخمسة. هيطبع من واحد لأربعة. يبقى أنا عندي ده إندكس 0 وده إندكس 1 وده إندكس 2 وده اندكس إندكس 0، 3 وده اندكس إندكس 0 صح، 4. سوري سوري صح. خلاص كده. طيب يعني إحنا لو جينا عملنا نفس الكلام ده هنا على الإكزامبل الموجود عندنا ده، لو أنا قمت جاي هنا كده، خلينا نمسح دي كده، وقمت قايل له إيه؟ أنا عاوز أعمل برنت. طبعا لو أنا عملت دبل كوتيشن زي ما قلت لك كده، أنا عاملها كده عشان لخبطك بس. لو أنا قلت لك هنا ليست 2 اوف، ما تقوليش بقى انا يعني لو اس 2 اوف 2، ما تقوليش دي هتطبع القيمه رقم 2 الموجوده في لا الليست. يا محمد، لا لا قصدي دي يوسف، لا اه لا دي دي هتظهر كايه؟ كاوتبوت كسترينج، لليوزر بس. اه كاوتبوت كسترينج اليوزر. بس. ممكن احط بقى نقطتين كده عشان ايه اجمل الشكل شويه، وبعد كده اقول له ايه؟ اطبع لي الليست 2 اوف ايه؟ الليست 2 اوف 2. ماشي؟ يبقى دي هيجيب القيمه اللي هي 0 1 2، المفروض هتطبع كام؟ تطبع يطلع يوسف. يوسف. طيب يبقى المفروض الاوتبوت بتاعك ايه؟ ليست 2 اوف 2، فطلع الاوتبوت بتاعك يوسف. يوسف صح. طيب لو انا قمت قايل له هنا ايه بقى؟ قمت قايل له اطبع لي من 1 الى 3 مثلا. ماشي؟ طبعا انا ممكن اغير دي بس عشان ايه برضو ايه؟ نبقى كله نبقى عارفين الشكل عامل ازاي. من 1 الى 3 يعني اطبع لي من القيمه اللي هي القيمه الموجوده في الاندكس رقم 1 الى القيمه الموجوده في الاندكس رقم 3. من يبقى من الى؟ محمد اه يبقى من يوسف محمد الى مين؟ وخمسين. بالظبط كده. يبقى انا لو عملت ايه كده بالشكل ده كده، هنا هيطبع بقاش لي ايه بقى؟ خمسين ما هو هنا هيطبع بقى من 1 ل 3. عارف يعني يعني ايه من 1 واحد ل 3؟ واتنين. يعني 1 و2 بس، يعني محمد زي ويوسف، الفل. صح؟ تمام صح. طيب لو انا عاوز ال 50 معايا، يبقى انا قلت لك ايه؟ قلت لك أربعة. الرينج الاخير بنقص من 1. لو قلت لك 5 مثلا، يبقى كده 1 و2 و3 و4. بص كده اهو، يبقى انا عندي ايه؟ أيوة زي محمد ويوسف الفل و50 كله. و40 ونص. خلاص كده؟ تمام. طبعا لو انا قلت له اندكس مش موجود اصلا، يعني لو قلت له مثلا 6، اوت اوف هل الست سكوب. ده اه بالظبط. بص كده،
هيقول لي ليست اوت اوف اندكس اوت رينج. اوف رينج، دي حصلت عشان معايا لو قبل ظهر كده. لي، لو ظهر لك الايرور ده اي فاكر انت بعد قلت لي كده المره اللي تبقى فاتت. فاهم، تبقى فاهم ان انت بتنادي على اندكس اصلا مش مش موجود. موجود في الرينج. خلاص طيب، فديت ايه، فهمنا الصفحه دي كده ولا فيها سؤال؟ زي الفل تمام. طيب برضه نفس الكلام، بيقول لي مثلا عندك بقى ايه، لو انت عاوز تزود على الليست، في حته مهمه جدا في الليست دي، لو انت عاوز تزود عليها وانت شغال في الران تايم دي ممكن مهمة دي. تزود عليها اي حاجه. يعني مثلا احنا عندي عندي مثلا ليست بتساوي فيزيكس كيمستري كذا كذا، عملت برنت فاليو افيلبل ات اندكس 2 ماشي، وقلت له برنت ليست اوف 2، طبعا دي هتطبع ايه؟ ده هتطبع دي هتطبع القيمه اللي نمبر هنا 2 ها؟ فيزيكس كيمستري، هتطبع 97. 1997، لان ديت في الاندكس رقم 2. طيب انت ممكن تعدل في القيمه اللي موجوده في الاندكس، لو انا عملت حاجه بالشكل ده كده وقلت له ليست اوف 2 بيساوي 2001، تعرف ده ايه اللي هيحصل فيه؟ اعمل يعني ايه؟ مثلا، يعني مثلا دلوقتي انا دلوقتي اكتشفت ان يوسف دي مكتوبه غلط مثلا، عاوز اعدلها، اقول له ايه؟ هقول له ليست اوف 2 اللي هي الاسم بتاعك ليست اوف 2 اوف دي كام، دي الاندكس بتاعها رقم كام؟ واحد زيرو واحد اتنين اتنين. هقول له 2 تساوي، ممكن اقول له كده تساوي، واقوم مغير الاسم بتاعي عادي جدا، هقول له مثلا ايه، هقول له علي ماشي. طيب ايه اللي هيحصل في الحاله ديت، لو انا قلت له مثلا اعمل لي برنت، اولا لو عملت برنت للليست تو على طول على بعضها ايه اللي هيحصل، من غير ما اقول له براكت ولا غير اقول له اي حاجه، ايه اللي هيحصل؟ المفروض يطبع لسته اللي فوق هيطبع، كلها. هيطبع لها كلها كامله، لان انا ما عملتش اي حاجه فيها ما سلايسنج، تعملش سبيسيفيكيشن. ما اخترتش منها اي حاجه يعني. طيب تعالى نعمل كده لديت كومنت ماشي، ونيجي نطبع كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بص كده بقى، انا احمد عندي محمد علي وخمسين واربعين بص كده متعدل، عمل ابديت لوحده. بالظبط كده، يعني انا لو جيت هنا قمت واخد نفس السطر ده وانت حاطه بعد السطر ده كده وشيل ده كده، عشان ايه، هيبقى في اميز فرق. لك، اميز لك الله الدنيا كده. ينور. صح. بص كده ليست 2 عندي احمد محمد يوسف 50 40 ونص، وعملت برنت ليست 2، بعد كده قمت قايل له ليست 2 اوف 2 خليها لي علي، وبعد كده عملت برنت ايه ليست اوف 2. بص بقى كده اللي يحصل، هتلاقي احمد محمد يوسف 50 50 40 ونص، 40 ونص. بعد كده احمد أحمد محمد محمد علي علي 50 50 40 ونص. 50 40 ونص، يبقى انت كده ايه، يوسف بتاعتك بقت ايه، حصل بقت لها احمد. ابديت. طبعا اللي بينطبق على يوسف ينطبق على كله، يعني ممكن تيجي تعدل هنا ايه اي حد كمان، ممكن تقول له هنا ليست 2 اوف مثلا 3 خليها لي بتساوي، بدل ما هي 50 هتبقى مثلا 100، يبقى انت كده برضو ايه، عدلت القيمه اللي هي موجوده دي. بس خلي بالك انت دلوقتي ده انتجر صح كده، يبقى انا مش بحط هنا مش هحط هنا بتاع ده كوتيشن، فركز في الحاجات دي، هي حاجات بسيطه بس هي بتجيب سينتاكس ايرور بعد كده. فدي 50 يبقى انا لازم اعدلها برضو بانتجر بدون سنجل كوتيشن ولا دبل كوتيشن. ماشي، طيب عشان تعالى ده كده نشوف الاوت انتجر. بالظبط كده، هتلاقي ده يوسف 50 وديت علي ايه، علي 100. فهمنا كده ازاي نعمل اديتنج في الليست، فهمنا كده. تمام. طيب صح. تعالى بقى دلوقتي ناخد برضو حاجه جديده، عاوزين دي ما فيهاش حاجه جديده كده خلاص، عاوزين مثلا نعمل ايه، نعمل حاجه اسمها ابند، يعني نزود على القيمه بتاعه الايه الليست. يعني مثلا احنا عندنا مثلا خلاص احنا عدلنا الكلام ده كله، بعد ما عدلناه عملنا برنت، انا عاوز ازود على الليست دي، تزود عليها مثلا اي حاجه، هقول له ليست 2، بص كده ليست 2 اهيت دوت تمام. بص بقى كده هتلاقي عندك ايه كذا فانكشن موجوده عندنا هنا، في فانكشن اسمها ابند ماشي، وفي فانكشن اسمها سورت ماشي، وفي فانكشنز كتير جدا، في فانكشن اسمها بوب. بوب دي بتجيب لك ايه، بتجيب لك اخر قيمه دخلت في الـ في الـ في الـ في الليسته، وتحطها مثلا في متغير، تحطها في متغير انت تاخدها مثلا تعمل بقى اي حاجه يعني. طيب في قيمه اسمها ريموف، في فانكشن اسمها ريموف، ريموف دي بتمسح لك حد معين ماشي. يعني الموف دي مثلا لو انا عندي ليست وعايز اشيل واحد من الليست دول، اقوم اعمل ريموف. بالظبط، خلينا يعني ناخد انا واحده واحده كده، ماشي، انا خلينا هاخد ناخد مثلا واحده الايه، واحده. الابند مثلا، انا عاوز ازود دلوقتي ايه، عاوز ازود على الليست 2 ديت، ازود عليها مثلا اي اسم مثلا، يعني احمد اسمي اهو احمد يسري. ماشي، طيب احمد يسري ده هيتزود فين، قول لي انت هيتزود في بقى. اخر الليست المفروض. هيتزود في اخر الليست، يبقى الليست بدل ما هي بدات زيرو، بدل ما هي الليست بتاعها 1 2 3 4 5 هتبقى كام، اللينس اللينس بتاعها هتبقى هيبقى كام؟ 6. بالظبط كده. طب يبقى احنا عندي كده لو سؤال جينا عملنا هنا اتفضل. معلش، لو انا حسيت ان انا عايز ازود واحد في الليست بين مثلا اتنين وتلاته، مش عايز ازوده في بالظبط، الاخر، اعمل ايه؟
دي موجودة برضو، ديت حاجة اسمها انزيرت ايه، انزيرت انتو، او بتعمل بتستخدم الاندكس اللي انت عاوزه، بعد كده تحط القيمة بتاعتك. هقولها لك دلوقتي. ماشي ماشي طيب دلوقتي ايه، انا عملت ايه، انا عملت ليست تو طب انت احمد احمد يسري، وبعد يوسف كده عملت برنت الليست تو. برنت ليست تعالى تو. كده نعمل ايه، نعمل اوت. بص كده ايه اللي حصل في فرق. عندنا هنا، احمد محمد علي 100، طبعا هو بيشتغل على الاخير بقى، بيشتغل على اخر واخد قيمه بالي. اتعدلت عنده، وبعد كده بيزود مين، بيزود القيمه اللي هو عاوزها. طيب انت ممكن طبعا تزود 100 حاجه، ما عندهاش مشكله بقى، زي الفل. يعني ممكن فهمت. تزود ايه، تزود مثلا سريعة وحلوة دي، تزود أي حاجة في الفريق بالظبط. تزود انت اللي انت عاوزه بقى، اسامه مثلا تزود ايه. بص كده هتلاقي ايه عندك، او احمد يسري واسامه، بس طبعا هو بيزيد فين، بيزيد في الاخر اللي بيزيد عنده. في الآخر. طيب تعال نشوف كده ايه اللي موجود تاني. الصفحه دي كده خلاص ما فيهاش اي حاجه جديده. عندنا هنا بقى ايه، ريموف بقى، لو احنا عاوزين نمسح حد معين، يعني بيقول لي ايه، to remove a list element you can use either the delete statement of you know exactly which elements you are deleting or the remove method of you don't know. يعني ايه الكلام ده، لو احنا مثلا جينا قررنا كده ان احنا نعمل ايه، قلت لك list to dot ماشي، عندنا هنا خلاص append، عندنا هنا في داله اسمها ايه، داله اسمها remove ماشي. طيب داله اسمها remove ديت هي منتظره منك ان انت تمسح اوبجكت معين، يعني مثلا يعني ايه اوبجكت معين، يعني قلت لك مثلا 50 مثلا، امسح لي 50، فايه اللي هيحصل، يعني مثلا نمسح ده كله بقى عشان ايه، هيمسح ما يتعمرش. الفاليو 50. يبقى دلوقتي لو انا عملت ريموف 50 وجيت عملت مثلا حاجه بالشكل ده كده، بص ايه اللي حصل. ها مع ان 50 موجودة في الليستة، بس هو عشان انا حطيت له ليست تو ريموف فمسحها. بالظبط كده. وعلى فكره ال 50 من الويست اهي، يعني مش لازم تكون من الاخر، ومش لازم تكون من الاول، مش لازم تكون موجوده في اي هي مكان، ميزة دي، اي لو واحد ريموف. مثلا معاه اي فاريبل مثلا مليان داتا ارقام كتيرة جدا، هو في رقم معين اللي عامل له مشكلة عايز يلغيه، يقوم كاتب ليست تو ريموف يلغي الرقم بالظبط ده من الليست. بالظبط كده. لو انا عاوز امسح مثلا اي حاجه بقى في النص، مثلا انا قمت جاي هنا كده وقمت مزود مثلا قيمه بالشكل ده كده، تمام، القيمه ديت انا عاوز امسحها، عامله لي مشكله عاوز امسحها، فانا هاجي هنا كده ايه، اقول له امسح لي القيمه دي بس كده بس كده اهو. تمام. يبقى كده اتمسح برضه، ان عندك احمد محمد يوسف 50 40 ونص، في مشكله كده. لا تمام. فادي ايه، ديت عشان تعمل ابند، عشان تعمل ايه، عشان تعمل ريموف. طيب عندنا ايه تاني، لو انا قلت لك مثلا خلينا كده نكتب بدل ما هي كلها فيها انتجر وفيها سترينجز، ممكن نكتب مثلا شويه اسماء كده عشان ناخد داله اسمها سورتنج ماشي. مثلا، يعني مثال، او نعمل لسته جديده كده فيها ارقام. لو احنا عملنا ليست ممكن 3، تعمل سورتنج بالكبير الصغير او الصغير الكبير تعمل الارقام. بالظبط، لو انا عملت مثلا 4 7 1 3 8 90 مثلا ماشي، وقمت قايل له هنا انا عاوز، شيل دي خالص بقى، وقلت له انا عاوز هنا ايه، انا عاوز اعمل الليست 3 دوت دوت كده، هتلاقي في عندك داله اسمها ايه، في عندك سورت. اسمها، في داله اسمها سورت. بس سورت دي تكست بس صح؟ ولا هي دي تنفع؟ في داله اسمها سورت اهيت، لو انا جيت طبعت كده، لو انا جيت عملنا برينت قبلها كده نشوف هتشتغل معانا ولا ايه، بس ديت عشان ديت اصلا فيها تكست وفيها ارقام، فخلينا نشتغل على التانية ديت. دي انت بتدور لسه 3 اصلا. عشان دي اصلا مش فانكشن، في مش مطلعه الاوتبوت بتاعنا يعني، بس دي فانكشن اهي. طب ما تكتب لسه 3 جوه. ولا انت عشان كتبت لسه 3 في الاول خلاص، يعني لسه 3 تعالى قبل كده، سورت، مش سورت بعد كده لسه 3. تعالى كده نطبع ماشي. عليه كده ليست 3 لوحدها كده، هي دي بتعمل ايه، بتعمل سورتنج. لو احنا جينا طبعنا بقى كده نشوف الاوتبوت هيطلع ازاي اهو، بص كده طلع عندي 1 3 4 7 8 90. يبقى انا عملت ايه، انا استخدمت الداله اللي هي اسمها سورت ديت قبلها الليست 3 دوت سورت، يعني اعمل لي سورتنج للداله دي ماشي، يعني السطر ده بيعمل سورتنج بس ما بيطبعش طبعا، لو انت عملته قبل برنت. اعمل بعد كده برنت. بعد كده تعمل برنت بقى للليست 3 اللي انت ايه، اللي انت عاوز تشتغل عليه. يبقى انا السورتنج دي لازم الاول اعرف الليست، وبعد ما اعرف الليست اعرف السورت بتاعها، واعمل برنت بعد كده للليست نفسها اللي اتعمل لها السورت. بالظبط كده زي الفل. ماشي. طيب تمام. طبعا ده اشتغل على الارقام، لو انت عاوز تشتغل على الالفابيتك اللي هي فوق دي طبعا نفس الكلام،
بس ده طبعا هنا انا ما حطيته ما ينفعش بين، عشان أرقام ما هو عشان وألفابيت. انت عندك ارقام وعندك وعندك حروف، فانت لو عندك كل حروف مثلا يعني ممكن نكتب اي حاجه كده، حاجه بالشكل ده كده، وبدل الـ50 دي تحط مثلا اي حاجه، وعندنا هنا برضو نحط مثلا ايه حاجه بالشكل ده كده. وجيت قايل له ايه، انا عاوز اعمل ليست تو ماشي ضد صورت برضو، اللي هي الصورت فانكشن دي، انا اختار بس الفانكشن ما اختارش التكست. وبعد كده ايه، اقوم فاتح القوسين دي، لان دي القوسين اللي بتدلني، اللي بتدلنا ان دي فانكشن مش كي وورد عاديه. ماشي طيب وبعد كده اقوم عامل ايه، اقوم عامل برنت، اعمل لي برنت ليست للليست، تو الليست تو ماشي. ولما اجي اعمل ايه ان ران كده، هتلاقي ان انت عندك احمد، وبرده الحرف التاني اللي هو الاي اهوت، بعد كده الدي، بعد كده الام، بعد طب لو كده انا عايز اعمل له الكيو والواي. سبيسيفيكيشن للصورت بدل ما هي من الاي اخليها مثلا بالعكس من الزد مثلا، او من الاخر للاول، او من الكبير للصغير. هي دي تقريبا فيها برضو حاجة يعني، انت عندك لو جينا بص هنا كده، هتلاقي في حاجة كده جوه صورت في اوردر الفانكشن ايه؟ اسمها ريفيرس، دي صورت اوردر دي ولا ايه؟ في ما هي الحاجات دي، هي الحاجات دي. فاحنا لو عاوزين اصلا حاجات من هنا بندور عليها من الحتة دي. يعني مثلا انا جيت هنا كده، من بين القوسين جيت ابص هنا نفسها. كده، بص كده ما بين القوس، هتلاقي في حاجة اسمها ريفيرس، في حاجة اسمها مكتوبة فولس. فولس ديت باي ديفولت هي معمولة فولس، يعني لو انا جيت قمت عامل ريفيرس ديت عملتها ترو. يعني مثلا تعال نجرب كده، اللي هي الليست تو ديت انا عملتها مثلا ريفيرس، عندنا هنا مثلا حاجه اسمها ريفيرس، واقول له ان قيمه الريفيرس ديت بترو ماشي. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل لو انا عملت كده، بص اهو زي قلبت الفل. معايا. يبقى انا يبقى عشان انا لو عاوز اعملها حاجه، بالعكس اعمل ريفرس بتساوي ترو. يبقى انا لو عاوز حاجه، انا عاوز اقول لك بس معلومه يا اسامه، لو انا عاوز حاجه معينه في البايثون مش لازم اكون حافظ كل حاجه، انا مش زي لازم الفل. اكون حافظ كل الفانكشنز الموجوده عندي، فيري انا جود. ببص على الفانكشن ديت ايه اللي بتاخده. بص كده، هو فهمتها البايثون منك. باينه جدا. هو بدوس عليها السبايدر بيديك وبخش على اليمين بقى. اخش اقف بص كده كده عليها تاني نشوفها مع بعض. معلش. ايوه اقف. اهي، لو انا ايوه جيت هي دي. هتقف عند الان اهي جايبه بالظبط اهي. كده، هتلاقي في عندك ايه، في عندك ريفيرس هي معموله باي ديفولت فولس زي ما انت شايف كده. بالديفولت. الله احنا لو ينور عملناها عليك. ترو، فيري جود. احنا لو عملناها ترو هتشتغل معاك ايه، هتشتغل معاك بالعكس انت كنت هتقول حاجه خلاص. مهمه قوي، كنت هتقول ان في السبايدر فيها خاصيه دي صح؟ الخاصيه السبايدر دي موجوده، في الخاصيه دي موجوده في البيزنس زي ما انا فتحتها كده. باجي فين؟ باجي بعد الفانكشن كده، بعد اسم الفانكشن على طول، بعمل ايه كنترول سبيس. اول ماشي. لما اجي اعمل كنترول سبيس هيجيب لي كل احتمالات، وكل ما انزل الاحتمال ماشي بيجي الايه، بيجي الديكسبليشن لو بتاعه انت عاوز يعني، في كمان صورة فانكشن وصورة تكست. عشان دي اصلا فانكشن، فبيجي الايه، فبيجي الهيلب بتاعها جنبها اهي ماشي اهو. زي اي الفل. فانكشن تيجي تقف عليها سؤال، هتلاقي هل في ايه، نفس الخاصية دي موجودة في الجوبيتر؟ لا الجوبيتر ما فيهوش اي اوتو كومبليت ولا هو بيساعدك في اي حاجه، عشان كده قلت لك انت تتعلم الاول على السبايدر وبعد كده تخش في الجوبيتر. يعني اللي بس بيشتغل على انا الجوبيتر بيبقى بروفيشنال شويه. سؤال بقى، بس نفس الفانكشن دي موجودة في ليه؟ الجوبيتر؟ نفس الفانكشن دي موجودة في الجوبيتر. ريفيرس صورة ريفيرس. ايوه كل حاجه هنا يبقى انا موجوده، في يبقى انا الجوبيتر. مثلا لو عايز اعمل فانكشن ومش متخيلها، اقوم ادور عليها في السبايدر عشان اطبقها في الجوبيتر. بالظبط كده، او ممكن الله تدور ينور عليها على عليك. جوجل، جوجل هيقول ادور لك عليها برضو ايه جوجل. زي الفل الحاجه زي اللي انت الفل، عاوزها مهمة برضو. جدا دي. الله ينور. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه، عرفنا ازاي تعمل سورتنج باستخدام لو انت شغال اسيندنج او ديسيندنج باستخدام ريفيرس ايه ترو. طبعا لو انا عملت ريفيرس ديت فولس، لو انا جيت عم تعملها فولس هتشتغل بالطريقه من العاديه بقى الصغير. اهي احمد قال، لان باي ديفولت اصلا هي كانت شغاله تعمل فولس فولس. اساسا صح. خلاص. فهمت. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه، عرفنا ازاي نعمل ابند، ازاي نعمل ديليت ريموف لحد معين، ازاي نعمل ايه سلايسنج، او ازاي نطبع حاجات معينه من الليست باستخدام الايه الاندكسيز، او باستخدام فور لوب كده. لو انا قلت لك فور اكس ان اسم الليست هيجيب كل مره قيمه من الليست دي ويعرضها عندك على الشاشه. طيب تعالى ناخد برضو ايه شويه حاجات برضو خاصه بال البيزك ليست اوبريشنز. لو انا قلت لك دلوقتي في عندك طبعا ستاتيك كيورد، ستاتيك فانكشن اسمها لين، اللين دي لو انا دخلتها على ليست هتجيب لك اللينس بتاع الليست دي. يعني مثلا لو انا قمت جاي هنا قمت قايل له ايه، اطبع لي اللينس بتاع مين، بتاع الليست دي، بص كده هيطبع ايه، مش هيطبع طبعا قيمه الليست، لا هيطبع العدد بتاعهم كام. يعني انا كنت ممكن اعمل ايه بقى، لو انا مش عارف اللينس بتاعي، مثلا مثال بسيط، لو انا عندي مثلا ليسته زي دي كده فيها كذا حاجه،
وانا دلوقتي مش عارف العدد بتاعهم كام، وانا عاوز اعمل فور لوب بتمشي عليهم عشان تطبع القيم الموجوده فيه، اعمل ايه؟ بالراحة كده قول تاني معلش. يعني مثلا مش انا لسه عامل من شويه، انت عندك لسته اهي. انا عندي لسته، ومش انا كنت بقول من شويه فور اكس ماشي، انا عايز اعرف عشان ايوه رينج فهمتك فين انا رينج. عشان اخر رقم انا مش عارف هو كام، لان انا مش عارف الليست بتاعتي قد ايه. انا مثلا عندي 500 رقم موجود في الليست، الله ينور هل عليك. منطقي ان انا اقعد اعد الارقام دي كلها؟ لا طبعا اعمل حوار لا اللينس. مش منطقي، فانا لازم اقول له هنا لينس وفي ايه بقى؟ وفي ليست 2. يبقى كده هيشتغل ايه اوتوماتيك على مين؟ على اللينس بتاعهم. خلاص كده؟ طيب اللينس قصدي زي ان ما هيطلع عملناها مع من بعض المرة الليست اللي فاتت. هيطلع كام؟ المرة دي اللي فاتت احنا عملناها مع انا بعض عاوز الحتة دي. افكرك في الحاجات دي، لان الحاجات دي انا مهمه. فاكرها. اللينس دي لما ماشي؟ انا اجي اقول له كده، هو بدل ما يعمل لي من زيرو بالظبط مثلا كده. ل 10 هو يبقى انا دلوقتي هيطبع لو لي قلت كله. ايه؟ لو لو قلت له برنت هيطبع كله على فكرة. صح؟ لو انا عملت برنت للاكس هيطبع كل مره ايه؟ قيمه من من الليست. الليست نفسها دي احسن بكتير خلي من بالك، فوق. لا خلي بالك ان ديت الاكس، الاكس دلوقتي واخده كام؟ الاكس الاكس ديت واخده كام دلوقتي؟ واخده رينج، اول مش رينج انا اللي قلت هو لك من دلوقتي زيرو لغايه اخر، قبل اخر من رقم زيرو لحد كام؟ لاخر رقم. يبقى المفروض ما اقولوش برنت اكس، اقول له ايه بقى؟ اقول له ليست اوف ايه؟ ليست 2 ليست تو. وفي ايه بقى؟ وفي اكس، اوف اكس صح ولا ايه؟ صح. ليه بقى؟ لان اكس دي اندكس، اكس ديت مش قيمه من السترينج ده، اكس دي اندكس، لان اكس دي اول مره اندكس. هتاخد زيرو، تاني مره هتاخد واحد، تالت مره هتاخد اتنين، لحد اللينس ناقص واحد، لحد ما توصل للينس ناقص واحد. فين؟ يبقى دلوقتي تعالى نعمل برنت كده، بص هتلاقي احمد لو انت كنت وعلاء. قلت له برنت اكس بس كان هيعمل ايه؟ كان برنت اكس هيعمل هيطبع الاندكس بس، الاندكس فقط لا غير، اللي يعني هو اطبع. 0 1 2 3 4 لحد العدد. هيطبع الاندكس بتاع ماشي؟ لحد السترينج هي 0 ناقص رقم 1، كام مش هما كلهم بس. اصلا. فهمتك. هو في حاله الاكس هو هيطبع الاندكس سترينج اللي هو 0 بالظبط. 1 2 3. لما انا قلت له ليست 2 من الاكس، لا انا بطبع بالظبط. السترينجز اللي متعرفه لكل اندكس زي الفل. احسن بكتير في ده. بالظبط كده. تمام. يبقى دلوقتي ايه اللينس اوف ليست 2 دي؟ بتديك لينس، يعني كانك شلت دي وحطيت مكانها كام؟ حطيت مكانها 6. كنا ماشي؟ صح. 6 ده اللي هو مين اصلا؟ مش ده اللينس اساسا واحد اثنين بتاع ثلاثة أربعة. الليست؟ صح ماشي؟ يبقى تمام. انا ايه بدل ما اعيد ده، انا واتعب نفسي، لا انا هقول له اللينس بتاع مين؟ بتاع الليست بتاع 2. الستريم. يبقى هو يعيد مع نفسه، وطبعا هيطلع لك القيمه الصح عشان انت ما تلخبطش. افرض انت عندك مثلا 150 قيمه وجيت تعدهم لقيتهم 100 و149، يبقى انت ممكن تعمل لك مشكله. ماشي؟ طيب ماشي. تعال نشوف ايه اللي موجود تاني. يبقى اللين ديت هي عباره عن فانكشن بلت ان بتستخدمها تحط ايه جواها ليست. طبعا انا ممكن احط ليست باسم الفاريبل بتاعها او ليست كده زي ما انت شايفها كده. يعني مثلا بدل ما اعرف يعني ليست، يعني اقول له مثلا ايه برنت اعمل لي اطبع لي اللين بتاع مين، اعمل ليست على طول 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني بدل ما اعرفها في متغير، يعني ممكن اعملها بالطريقه دي اهو. اقول له مثلا ايه اللي هو الران سيلكشن، او هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي 8 بس. 8 ده اللي هو اللينس بتاعهم، مش ده اللينس بتاعهم اصلا 8؟ يبقى ممكن تعمل الليست كده بالشكل ده كده، ممكن احطها في متغير. يعني ممكن هنا اقول له ايه الاكس بتساوي الليست دي، وبعد كده اعمل اللينس بتاع مين؟ بتاع الاكس، كأن هي هي بالظبط. بس طبعا لو انا عملت الليست جوه اللينس مش هقدر استخدمها في اي حاجه بعد كده. ليه؟ لان هي ملهاش اسم يعني اشتغل بيه، صح ولا ايه؟ صح. فاهمني؟ يعني مثلا زي ما انا عملت من شويه كده، الشكل ده انا مش هقدر استخدم بعد كده الليست دي اعمل بقى اي حاجه. ليه؟ لان هي ملهاش فاريبل، يعني ملهاش حد شايفها. مش متعرفه الفاريبل، يعني مش فاهمني هتظهر ولا لي ايه؟ حتى في الفاريبل اكسبلورر، لان مش هي مش متعرفه متعرفه فاريبل، الفاريبل. فانا طيب مش ليه مش هعرف متعرفه استخدمها في الفاريبل؟ اي حاجه. الله ينور عليك. انا هطبعها بس مش عارف استخدمها. بالظبط. طيب يبقى دي عرفنا ايه؟ عرفنا الجزء الاول خلاص. طيب لو احنا عندنا عاوزين نعمل كونكاتينيشن لتو ليست، يعني ايه يعني ايه كونكاتينيشن انت تو ليست؟ يعني شرحتها المره نفرض اللي مثلا فاتت. انا عندنا ليست هلزق 1 دي، حاجات في نرميها بعضها. من شويه دي، وليست مثلا ليست 1 بتساوي ادي الليست اهي، تحط لي فيها 1 2 3 4 ماشي، وقمت قايل لك ايه الليست 1 بتساوي 1 2 3 4 وليست 2 بتساوي كذا، عايزين اعمل نلزق لي دي ايه؟ بدي اعمل لي انت ايه بقى؟ انا عاوز اعمل دلوقتي برنت بلس. اطبع لي الليست 1 ماشي بلس ليست ايه؟ ليست 2. كده ايه اللي هيحصل في الحاله ديت؟ هيرزق الاثنين في ازاي؟ بعض.
هتلاقي ان انت عندك 1 2 3 4، طب لو انا عايز فانت اعمل عندك جوين لتو ليست، يعني انا كنت شغال بليست وليست وبعد كده عايز اخليهم في ون ليست. ماشي. ما انت ممكن تعملها بنفس الطريقه، انا ممكن اجي هنا اقول له ليست 3 بتساوي ليست ليست 1 1 بلس ليست 2، بلس فيري جود ليست 2 ايزي. الله بس. ينور عليك، صح. ما انت مش هتلاقي اسهل من البايثون في الحاجات دي، كانك سهل جدا. بتترجم بدماغك. وهاجي هنا اقول له ايه، بدل ما هي بالشكل ده كله، لا اطبع لي بقى ايه ليست 3 بس كده. ميزة البايثون خدت بالي شوية عن الإكسل إنه فليكسبل قوي، إن اه أنت لو فليكسبل. اه وسريع. يعني الإكسل أنت عشان حاجة زي دي تقعد روح تاخد روم مش عارف إيه، بس هنا فعلا في لحظة بتجمع الحاجة مع بعضها مرة واحدة. اه ما هي دي فايده بقى المكتبات الموجوده والاوبن سورس، دي فايده الاوبن سورس عموما. الاوبن أنا سورس كان هو اللي برضو بيديك الصلاحيات. عايز منك خدمة في آخر الكورس إن شاء الله، في مكتبات في اتفضل. الشغل بتاعي موجودة. فاحنا بعد ما نبتدي يعني في الاخر كده، بعد ما نبتدي بقى في حته الماشين ليرنينج وبتاع، عايز اشوف المكتبات دي. انا فاهمها كساينس، يعني اقول لك ماشي المكتبات دي انت مثلا يعني تترجمها معايا عشان انا لسه في الاول، فاهم قصدي؟ ماشي كلغه بايثون بس. ماشي. يبقى دلوقتي ايه الجزء الثاني ده، فيه مشكلة؟ لا كونكاتينيشن سهل. طيب لو احنا عندنا لستة فيها قيمة زي ما انت شايف كده، كلمة هاي ماشي، وقمت ضارب الليستة ديت في أربعة، ايه اللي هيحصل؟ الكرر. هيحصل حاجة اسمها ريبيتيشن، يعني هيخلي الليستة ديت من أربع قيم من نفس القيمة ماشي. يعني ماشي. مثلا لو انا قلت لك مثلا ادي عندي ليست 2، ليست 2 اهي ماشي، وقمت جاي قمت قايل له ايه، قمت قايل له اطبع لي ليست 2 ديت في مضروب في 4. مضروب في 2، كفايه 2 عشان هتزيد ماشي. قوي ماشي، ديت ليست 2 اوف ايه في 2. لو انا جيت قمت عملت كده، بص كده اللي هيحصل بقى، كرر. هتلاقي كرر مرتين 2. طبعا لو انا قعدت ازود بقى ايه، قعدت ازود 4، هتلاقي متعلق الليست قوي. عندك بتزيد معاك ايه بالشكل اللي انت زي شايفه ده الفل. كده. برضه الكلام ده فليكسبل قوي، مش موجود في اي لغه برمجه تانية ماشي. طيب لو احنا عندنا مثلا قلت لك حته مهمه جدا بقى زي دي كده، مش انا لسه قايل لك من شويه، لو انا قلت لك فور اكس ان الليست الليست 3 مثلا، او ليست خلينا ليست 1، وقمت نازل كده وقمت قايل لك ايه، اعمل لي برنت للاكس دي، هتطبع ايه؟ لو هنا هتطبع هطبع ايه؟ الاندكس بس. لا انا بقول لك هنا ايه، فور اكس فور ان اكس ان ليست ليست 1. 1 برنت اكس. اه سيبني ليست افكر 1 فيها ديت معلش. فيها ايه اصلا؟ ليست 1 فيها 4 ارقام، اه يبقى كل مره اكس هتاخد ايه، هتاخد رقم. هتاخد رقم من دول وهيطبع لي الرقم ده ماشي. طيب يبقى دي حته مهمه جدا جدا جدا، هتستخدم كتير جدا. انا عندي هنا 1 2 3 4 مثلا، لو انا جيت قمت مزود هنا قلت له ايه، قلت له علي، عشان اثبت لك بس ان هو بيطبع لك كمان تكست اهو، يبقى انا 1 2 3 4 ايه علي. طيب لو انا قمت جاي هنا كده قمت عامل ليست انا بايدي، يعني مش لازم انا، مش لازم انا اقوم ايه قايل له فور اكس ان فاريبل بينادي على ليست، لا انا ممكن اقول له فور اكس ان ليست على طول. يعني نفس الكلام بقى، لو انا قلت له هنا 1 2 3 4 ماشي، علي تمام، محمد بالشكل ده كده، فديت يبقى كده فور اكس ان، برضه كل مره اكس هتاخد 1، بعد كده اكس هتاخد 2، بعد كده اكس هتاخد 3، بعد كده تاخد 4، بعد كده تاخد علي، بعد كده تاخد محمد. وانس ان عملت له البراكت دي هو وراه انها ليست خلاص. اه بالظبط. بص بقى كده الاوتبوت اللي هيظهر عندك اهو، 1 2 3 4 علي محمد، يبقى كده شغال بايه؟ شغال بان هو كل مره بياخد قيمه من مين؟ من الليسته دي. طيب زي ما قلت لك المره اللي فاتت، لو انت بتتشيك على كاركتر ان هو متحرك ولا ساكن، كان نفس الفكره دي. عشان قلت لك المره اللي فاتت كده، قلت لك انا هحط الايه، احط الفاريبلز بتاعتي او الكاركترز بتاعتي هنا، احط الاي والاي ماشي، والاو واليو ماشي، والاي تمام، واخد الفاريبل ده مثلا من اليوزر، او خلينا مثلا فاريبل اكس بتساوي مثلا، او في بتساوي مثلا ايه، وعاوز اتشيك هل الاي ده هو متحرك ولا ساكن. لو انا قلت له ايه، بدل ما هي فور بقى، هكتب بدك تكتب ايه، اف إيف صح، صح اف اكس ان كذا. صح كده، اف صح اكس ان ايه، برنت فاول. اه بالظبط، اف اكس ان القيمه دي، يعني اي واحده من بس دول هي عامل ايه؟ اكس عمل ايه، عامل لنا انها في مشكلة في الكود يعني. ما هي ديت في، ديت مش اكس بقى، دي في اف اف الفي ان ايه، ان اي واحده من دول هتطبع لي ايه بقى، خلينا نطبع هنا مثلا ايه فاول اللي هو الفويل اللي فويل. هو المتحرك. طبعا لو انا جيت قمت اعمل له هنا ليست إيه، else قصدي
تطبع ايه؟ نون فويل. برنت، اللي هو ايه؟ ستاتيك. يبقى كده ايه؟ يا ساكن يا متحرك. بس طبعا هنحط ديت دبل كوتيشن. ما بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، مش هتفرق معايا في اي حاجه. زي الفل. طيب يبقى دلوقتي انا اختصرت الدنيا ديت، بدل ما ايه؟ بدل ما الف على كل واحد فيهم لوحده، لا انا قلت له ايه؟ اف ان الاكس تقع في اي واحده من دول، ماشي؟ مش دي اصلا ليست، دي ليست اوف كاركترز، يعني انا حاطط كاركترز في ليست زي ما احنا شايفينها لست كده. الكاركترز. طيب تعالى بص كده اهو، يبقى ده طلع الاوت بتاعك ايه؟ الفويد. طيب لو انا عملت هنا مثلا اي حاجه بقى ان مثلا، فالمفروض يطلع ايه؟ القيمه الثانيه اللي هي الستاتيك. يبقى فهمنا كده الليست، الليست فيها موضوع كبير وموضوع مرن قوي، وفيها كلام كتير. مش عشان كده عاوزك تركز قوي على الليست النهارده، ولحد المره طيب الجايه بقى تركز سؤال، عليها بقى. معلش انا بقى اتفضل. هعمل مع نفسي في الاكزامبلز قبل ما اقعد قاعده جاني الليست دي عشان اشتغل عليها مع نفسي كتير. هو مثلا مسمي اي حاجه بقى، اسمي مثلا داتا جينيريك اي حاجه، بس اعملها بين براكتس واقراها انها تايب ليست، صح؟ بالظبط. وهتاكد من فاريبل اكسبلورر انها في تايب ليست عشان انا متاكد من حاجتي، عشان مش يعني اسميها هنا ليست. مثلا لو انا قلت له، مثلا ايه، اعمل لي برنت، لو انت عاوز تتاكد يعني اللي هي بتاعت، فاكر انت التايب، اوف ليست 1، هيتباع اوف ريست. ليست 1 هيطبع لك، هيقول لك ايه؟ هيقول لك الناتج بتاع الموضوع ده هو عباره عن ايه؟ ليست، كلاس بتاعك ليست، ماشي؟ فاهم فاهم الحاجات دي. تمام. يبقى فهمنا كده الدنيا دي ماشيه ازاي برضو اهو. 3 ان 1 2 3 هيطلع لك بترو طبعا، عشان هي دي بيسموها الممبر شيب، يعني ديت عضو من الجماعه دول، واحده من دول. طيب لو قلت لك برضو نفس الكلام اهي، 4 اكس ان 1 2 3 برنت اكس، دي هتطبع ايه؟ دي لسه طيب قايل لك واحد من اتنين شويه، تلاتة. 1 2 3 يبقى دي اسمها اتريشنز، بتمشي اتريشنز على مين؟ على القيم اللي موجوده في الليست. الاندكسنج اللي لسه متكلمين فيه برضو، لو عندي مثلا ال بتساوي سبام وسبام، بس الفرق ان دي بتبدا بسمول، دي سمول بتبدا بكابيتال، أول كابيتال ودي والآخرة كلها كابيتال. كابيتال، ماشي؟ لو قلت لك ليست اوف 2 هيطبع ايه؟ ليست اوف تو هيتبع التانية زيرو واحد اتنين اللي هي الكبيرة، بس الكبيرة كلها. الكبيره، بس اللي هي السبام الكبيره، فعشان كده ده الاوفست بتاعتك سمول تو بتبدا زيرو. من الزيرو. طيب لو قلت لك ليست اوف ماينس 2 ايه اللي هيحصل؟ اوت اوف بتاع لا ليه؟ الليست اوف ماينس 2 ده بيبدا بين، لو عملت الاندكس بتاعك بيبدا برقم ماينس كده، هيبدا مش من اليمين مش من الشمال. يعني ايه من اليمين؟ يعني مثلا قلت لك هنا كده انا عندي مثلا 1 2 3 4 وعلي، قمت قايل لك هنا اطبع لي الليست، عشان دي حته مهمه جدا برضه هنستخدمها في الماشين ليرنينج كتير. لو قلت لك ليست اوف ماينس 1 ايه اللي هيحصل؟ بدل ما يعدي من على الشمال هيعدي من على اليمين. الماينس 1 ده معناه القيمه بتاعت علي، فهمتك. يبقى لا، ماينس 1 مش ماشي؟ علي، ماينس 1 ما هو 4 مفيش زيرو، مفيش حاجه اسمها ماينس زيرو. زيرو، ماشي فهمتك. هو بيبدا من الماينس، بيبدا من سالب واحد، بيبدأ من سالب واحد زي الفل. ماشي؟ فهمت. طيب بص كده الاوت بتاعك ايه؟ بيقول لي طيب هي فين؟ طيب دي فين؟ طيب وعمل ايرور. نيجاتيف كاونت فروم ذا رايت. لا هي المفروض تشتغل صح، عشان دي ليست 1 مش ليست. صح بص كده صح اهو طلع عليه اهو، ينور. زي ماشي؟ الفل. فانت احنا كنا كاتبين حاجه اصلا مش موجوده. طيب يبقى ليست 1 اوف ايه؟ اوف ماينس ايه؟ اوف ماينس 1. لو انا عملت ليست ماينس 2 بص كده الاوت هيظهر ب 4، لو انا عملت ماينس 3 يبقى انت كده كانك بتعد منين؟ من اليمين بتعد للشمال. من اليمين، من اليمين للشمال، وبتبدا من سالب واحد ما بتبداش من زيرو، لان ما فيش حاجه اسمها سالب زيرو، زي خلاص؟ الفل. طيب يبقى انت دلوقتي لو عاوز تجيب حد من يمين للشمال، فتستخدم الماينس زي ما انت شايف كده، عشان كده بيقول لي النيجاتيف بتاعك كاونت فروم ذا رايت، بيعد من اليمين. من اليمين. طيب لو انا عملت حاجه بالشكل ده كده، ال اطبع لي من ال لحد واحد الى ما لا نهايه. يعني ايه واحد من ال الى ما لا نهايه؟ يعني مفتوحة مثلا بقى اطبع لي من يعني من الواحد للاخر. يعني ايه من الواحد للاخر؟ لآخر هو الليست. واحد ده من الواحد للاخر، من واحد من ليست رقم واحد للاخر، يعني لآخر اطبع الليست. هتبدا يعني هيطبع اربعه من واحد علي. اتنين تلاتة أربعة علي. عندي بقى 1000 رقم هيطبعهم بالظبط اهو، كلهم. هيطبعهم كلهم. يبقى انا ممكن حلوة دي. اقول له ايه؟ اطبع لي من اول ثلاثه، من اول ثلاثه الى، طبعا لو انا ما حددتش هنا اللي بعد الكولوم ده يبقى خلاص هياخد من لحد ما يوصل للاخر، فاهمني كده؟ فيه. طيب بس الكلام اللي كنت قايل من شويه، من اثنين مثلا لثلاثه، عارف ان اثنين ثلاثه ده يطبع ايه؟ يطبع من الدنيا تلاتة يطبع اتنين بس. هيطبع اثنين بس اهو، بص كده اهو، عشان طبعا انا حددت تلاتة. له البدايه والنهايه.
لو انا لو ما حددوش البدايه النهايه فهيطبع بالشكل ده ليه كده. اهو بالظبط كده. يبقى انت كده عندك مشكله في حاجه زي كده. هو طبعا 3 ما طبعش 2 في اللي فاتت، فاكر؟ لما انت قلت له 2 ل 3 طلع 3 مش طلع 2. ما هو اتنين، ما هو الاندكس رقم اتنين اللي هو مين؟ مش ده زيرو، ده واحد، ده اتنين. مش ده ماشي. الاندكس بتاع رقم اتنين، اندكس ده الاندكس بيبدا 2، من زيرو ما بيبداش من اندكس واحد. اندكس اندكس سوري. صح. اه بالظبط كده. يبقى انت عندك حاجه هنا، حاجه هنا اسمها السلايسنج فيتش سيكشنز. يعني انت قلت له هنا ال واحد لحد ما لا نهايه هيطبع لك من مين؟ من الاندكس رقم واحد لحد الاندكس ما لا نهايه، اللي هو السبام وايه؟ والسبام اللي هي بتبدا بحرف كابيتال وكلها كابيتال. في مشكله كده؟ تمام. تعالى بقى ايه؟ احنا درسنا طبعا اللوب قبل كده. صح؟ صح كده. تعالى فور ناكد على واي. حته اللوبس ديت، لان فيها جزء اسمه في جزء اسمه نستد لوب. عندنا مثال كده اللي هو بيستخدم حاجه اسمها نستد لوب. ماشي، احنا فهمنا اللوب وفهمنا الليست دلوقتي، صح كده؟ صح. طيب تعالى كده نشتغل على حاجه اسمها نستد لوب. احنا كنا قايلين قبل كده لو احنا عندنا مثلا عندنا ليست 1 وعندنا كمان ليست 2، ليست 2 او خلينا ناخد المثال اللي موجود هنا ده، بيقول ان عندي مثلا اللي هو حاجه اسمها اد فيها الريد وفيها البيج وفيها التستي. ده ليست عاديه، ولسته تانيه فيها اسمها فروتس، فيها الابل والايه والبنانه والشيري. تمام. طيب وعندنا هنا فور اكس ان الادز ديت، مفهومه ولا فيها مشكله؟ لا تمام. يعني كل مره الاكس هتاخد ايه؟ كل مرة اكس تاخد واحدة منهم، ريد بيج تيست، هيبقوا من الثلاثة. يبقى لو اول مره مثلا الاكس دلوقتي خدت الريد، بص كده ايه اللي حصل بقى؟ عامل كمان فور لوب في السكوب بتاع الفور نفسها، يعني الفور لوب جوه ماشي الفور لوب. تمام، فايه خدت اللي هيحصل في بالي. الحاله ديت؟ الواي ان فروتس، يعني الاول واي هتاخد مين؟ أول المفروض تاخد ابل، يبقى لو طبعت ريد يطلع معاها ابل، طبعت هتاخد بيج ابل. يطلع يبقى معاها انا لو بنانا. عملت دلوقتي، لو عملت كده برنت اكس واي، ايه اللي هيحصل؟ المفروض اطبع ريد ابل بيج بنانا تيست شيري، صح؟ لا لا ليه؟ بص بقى، ما انا بص بقوله فور بقى اكس ان ادجكتيف، يبقى انا بدأت بريد، هبدأ في ماشي الواي في الفروتس بابل. ماشي. انا عارف ان انت ديت ده اللي هو عشان انت فاهم لسه ما خدتهاش، يعني عشان انت مش فاهمها قوي. طيب لو احنا عندنا مثلا مثال بسيط، انا عاوز اخد الداتا دي كده عشان تبقى واضحه بس كده، نعملها مع بعض. اه هنا ماشي، وعندي هنا ايه، ادي الادز وادي الفروتس، وعندي هنا ادي فور ماشي، وخلينا نمسح دي دلوقتي مش ماشي. محتاجينها دلوقتي. لو انا قلت لك دلوقتي انا عندي الادز اهوت فيها الريد وفيها البيج وفيها التست، وقلت لك الفروتس فيها الابل والبنانه والايه والتشيري، صح كده؟ طيب احنا لو جينا اصلا هنا قلت لك برنت اكس، ايه اللي بيحصل اصلا في الحاله ديت؟ هيبقى كل واحد. الانتربريتر بيمشي ازاي؟ اول حاجه ان الاكس ديت هتاخد اول قيمه في الايه؟ في الادز اللي هي في الادجكتيف دي ريد. ماشي؟ وبعد كده تقوم طابع ايه؟ تقوم طابع كلمه ريد. طيب هتقوم طالعه تاني، طالعه تاني الفور، هتقوم واخده قيمه الاكس الجديده اللي هي بتساوي اللي بيج، هي وتقوم بيج. طابعه قيمه ايه؟ قيمه البيج. تمام ثالث مره هتاخد الاكس بقيمه تيستي، وتقوم طابعه قيمه تيستي. طيب افرض تمام بقى لما جتش هنا وما عملتش برنت، قمت عامل ايه؟ قمت عامل فور لوب ثانيه، فور واي ان فروتس ماشي، قمت عامل هنا فروتس اللي هي الثانيه ما ديت فهمت اللي هي هيعمل ايه. فروتس هيخلص هنا. واحد وبعد كده يخش على التانية. بص بقى كده ايه اللي هيحصل، وقمت عامل هنا برنت اكس وواي، اكس واي. هيطبع الاكس في هنا كلها يخلصها وبعد كده يخش في الواي، صح؟ لا لا في برضو. تغيير جذري هنا، بص كده ركز معايا بقى. مركز. فور اكس ان الاد، طبعا اول ما تنزل تحت هنا كده الاكس هتاخد اول قيمه عندي اللي هي مين؟ اللي هي اصغر اللي هي ريد. ريد. يبقى الاكس وانت داخل في اول قيمه دخلت هنا كده، السكوب ده كله هيخلص بقيمه ريد بس، مش السكوب ده كله تبع الفور لوب الاولى ماشي. يبقى دي عشان كله يخلص كله مره واحده لازم يكون معاك قيمه الريد بس، بعد كده هيدخل تاني بقيمه البيج ماشي، يخلص دول كلهم بالبيج، بعد كده يدخل تاني بقيمه الايه التيستي، فهمتك. يخلص دول كلهم بقيمه التيستي. يبقى ركز معايا بقى كده. طيب بص بقى كده، اول مره دخلت الفور لوب الاولى دخلت معايا ايه؟ معايا معايا رد. ريد. طيب انا مثلا دلوقتي انا متخيل انا معايا ريد دلوقتي وداخل جوه دول، يبقى انا مش هطلع من دول الا وانا مستخدم ريد بس في الاكس ماشي، يبقى لازم ماشي. اخلص دول الاول. طيب تعالى كده نخلص دول لوحدهم كده، انا قلت لك هنا فور واي ان فروتس، مش واي اصلا برضه هتاخد قيمه قبل اللي هي الاولى، يبقى اول مره هيطبع ايه؟ يبقى ابل ما هو عندي هنا اكس وواي، يعني هيطبع ايه؟ رد ريد وبعد كده وايه بقى؟ ابل. ابل. ريد وقبل. خلينا بقى نمشي واحده واحده كده، انا عندي هنا هيطبع ريد وايه؟ فهمت. وقبل.
طيب هل الفور لوب دي خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. لسه ما خلصتش. يبقى الوايت التانية هتاخد ايه؟ الواي التانية تاخد بنانة. هتاخد بنانا، والاكس زي ما هي ما اتغيرتش الاكس ما اللي هي اتغيرش. معاها ريد، صح كده؟ صح، يبقى تاني مرة هيطبع ايه بقى؟ ها، ريد وبنانة. ريد وبنانا. ماشي، يبقى احنا كده ايه، فهمنا الدنيا ماشية ازاي كده. يبقى انا عندي انا هنا الف فهمتك. تمانية انا تمانية. عندي بس عايز اقول لك على حاجه، تقول انت ولا هو بيقول ريد برنت وايه؟ اكس وواي بيرجع، فبيرجع لاقرب فور لوب، فلما رجع لاقرب فور لوب لقى مين؟ لقى الفور لوب بتاعت واي، ما لقاش بتاعت اكس، فدخل بالظبط على كده، الثانيه في الواي، ما دخلش على الثانيه في الاكس، وفضل بالظبط كده، زي ده ما اللي هو في الاكس زي ما هي رد، عشان هو اللي بدأ بيها. تمام، ده اللي انا عاوز صح اوصله لك كده. بقى. يبقى انت لازم تخلص الفور لوب دي الاول، وبعد كده ترجع تاني خش تاخد في قيمه الفول. جديده للاكس. فهمتك. ماشي، تمام. طيب يبقى اول حاجه هيطبع ايه زي ما اتفقنا؟ هيطبع ريد وابل، ريد وابل. تمام. طيب تاني حاجه هيطبع ايه؟ لو ريد احنا عملناها كده وبنانة. هيطبع ريد وبنانا اهو، ريد وايه؟ اختصار يعني بنانا اهو. ماشي، طيب تالت حاجه هيطبع ايه؟ تالت حاجة يطبع ريد وشيري. ريد وشيري. يبقى احنا كده متفقين على كده اهو. تمام. تعالى بص كده عن الاوت. ريد وابل، ريد وبنانة، ريد وشيري. دخل في اللي بعدها بيج وابل، بيج، وهيكرر بيج تاني وابل الواي، وبيج وبنانة، بالظبط. وبيج وشيري، وبعد كده وبعد كده تيستي وابل، تيستي تيستي وبنانة، وبنانا، وتيستي تيستي وشيري. وشيري. فهمت كده الدنيا ماشيه ازاي؟ فهمتها فهمتها، دي دي اللي كويسة جدا. بيسموه ايه بقى؟ ده اللي بيسموه حاجه اسمها نستد لوب. نستد لوب، انت دلوقتي بتدخل دخلت لوب رئيسيه، دي اللوب المين، دي اللي هي المين ايه؟ المين تمام. لوب. ماشي؟ لازم تخش جواها تخلص اللي جواها الاول، وبعد ما تخلصها تقوم ترجع راجع لها مرات هي القيمه تاني، تانية جديده لمين؟ منها، وتخش قيمه كده في تانية نفس جديده لمين؟ اللفة اللي للاكس. لفتها في الواي تاني. ماشي؟ فهمت. طيب فديت ايه؟ دي حته مهمه جدا 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 لازم. طب افرض دلوقتي قمت جاي، قمت انا جاي دلوقتي ايه؟ بص طب بقى عشان الناس اصعب لك الجروبس الدنيا دي شويه. انت اشتغلت لو انا عليها قمت قبل كده جاي في اي هنا كده قمت ابلكيشن؟ عامل ايه؟ طبعا بنستخدمها كتير جدا، بس في انا ايه بقى؟ اجلتها عشان ايه؟ عشان استخدم معاها انا النست. فاهم. في ايه مثلا؟ قولي كده اكزامبل ماشي؟ استخدمت فيه. يعني كنت المفروض اشرحها لك اصلا واحنا بنشرح الفور لوب العاديه. ما انا عارف انت استخدمتها قبل كده في ايه مثلا. طيب لو انا عندي ليست مثلا 3 بتساوي، قمت عامل ليست هنا كده حاجه بالشكل ده كده، 1 2 3 4 5، وقمت جاي هنا كده قمت قايل لك ايه؟ هقول لك دلوقتي لسه هتجي دلوقتي هتضطر ان انت تستخدم فيها النست لوب دي. ماشي. هو الصوت بص بيتأخر، خلي بالك. لو انا عندي ليست 3 قمت جاي هنا قمت عامل فور لوب. طيب سمعني كده، سامع كويس جدا. سمعني. سامع طيب كويس لو انا جدا. عملت ايه؟ فور زد ان ليست 3. بص بقى كده انت عامل ايه؟ انا عملت دلوقتي نستد لوب بس ثلاثه جوا بعض، دي المين الرئيسيه وديت الثانيه ودي الثالثه. ماشي، وقمت قايل لك هنا ايه؟ برنت بقى اطبع لي. ماشي، اكس واي وزد، ايه اللي اوت اللي هيظهر عندك؟ طب الزبدة نفسها هي فين؟ هي نست 3 يعني الجديدة اللي انت مزودها؟ ايه اللي انا مزود نست هيطبع 3. ايه؟ هيطبع اول حاجة ريد، وبعد ايوه كده ابل، وبعد كده هينزل للي بعدها واحد. تمام. وهو راجع هيلقط اتنين، فهيبقى ريد وابل واتنين. هيقوم عامل ايه؟ مخلص اللي بعديها اللي هي تلاتة، يبقى ريد وابل وتلاتة، ريد وابل واربعة، ريد وابل وخمسة. بعد كده يرجع فوق هيبقى ريد وبنانة واتنين، ريد وبنانة وتلاتة، ريد وبنانة واربعة، وريد وبنانة وخمسة. يرجع تاني يلاقي مين؟ الشيري بقى، يبقى ريد والشيري والارقام كلها، يخلص الفروتس تماما، يخش على بيج، وبيج هتلف نفس اللفة. بص كده بقى الاوت هيبقى عامل تطلع ازاي؟ كبيرة قوي دي. هيطلع طويله جدا. ليه بقى؟ لان انت عندك ثلاثه لوب جوا بعض، ماشي، وكل لوب لازم تخلص وترجع للي قبلها. يعني انت فهمت. دلوقتي بدات بالاكس، بالاكس بكام؟ بدات بالاكس بريد، يبقى الاكس ثابته معاك دلوقتي هتنزل معاك. هياخد بعد كده الفور واي ان فروتس، هياخد الابل وتبقى ثابته معاك. بعد كده هيروح يخلص دي، هيروح يخلص دي بريد والابل. فهم. ماشي، من ريد والابل دي الاكس وواي. وبعد كده هياخد بقى يخش رد وبنانة والليستة دي، ورد وشيري وبعد كده يخلص بالليستة دي. ريد وشيري. ماشي، وبعد كده يقوم واخد بقى ايه بيج. بعد ما يخلصهم كلهم طالع فوق واخد بيج تاني بقى. لما بيج، ياخد بيج ويخش هيخش قابل هيخش وبنانة ياخد وشيري مع ابل الليست تاني. بالظبط كده، ده كبيرة جدا. بالظبط.
يعني هو هيمشي واحده واحده على كده. انا فاهم حاولت فاهم، بس دي ايه، كبيرة قوي، أنا فهمتك، دي كبيرة جدا. ما انا عاوزك، ما انا عاوزك تركز في بس الاوبوت كويسة ده جدا. وتشوف، وتشوف الدنيا ماشيه ازاي عندك هنا. طيب ده اللي بيسموه ايه بقى، النستد لوب. نستد النستد لوب. لوب هتستخدم، هتستخدم معاك كتير جدا في مشاريع وفي حاجات كتير قوي هتقابلك بعد كده. انت مثلا فور اكزامبل استخدمتها في اني تكنيك مثلا كماشين ليرنينج او حاجه، عملت بيها ايه مثلا؟ يعني مثلا احنا لما بنيجي نحسب الاكيورسي بتاع داتا سيت معينه، الداتا سيت ديت لما بنيجي نشتغل عليها ممكن نقسمها الى اجزاء، ماشي؟ يعني انا مثلا عندي الداتا سيت ديت فيها 1000 قيمه، او اقوم اقسمها الى ميات، وكل 100 اعمل بها تيست. طيب التيست اللي انا عملته على كل 100 دي، هل هو ده الاكيورسي بتاع الداتا كلها؟ لا، لازم اجيب الداتا لا كلها. طبعا، لازم اجمع ايه، لازم اجمع ال 10 دول مع بعض. فانا بعمل حاجه اسمها نستد لوب، اقوم واخد لوب بتعدي 10 مرات، واللوب الثانيه بتحسب الاكيورسي بتاع كل 100 لوحده، تمام، فهمتك. ماشي؟ وبعد كده اقوم عامل ايه، الافرج، واخد الافرج بتاعهم بقى. زي الفل زي الفل. خلاص تمام. طيب، على كده نشوف. طبعا كله مستقبلا ما تقلقش يعني. يبقى الاوب بتاع ده خلاص، عرفنا الاوب بتاع الايه، اس ال دي في الـ. لو انا عندي حاجه اسمها فروتس بتساوي ابل وبنانا والشيري، ماشي، وقلت لك فور اكس ان فروتس، طبعا دي خلاص عرفناها بقى. وهنا بقول لك ايه، اف ان الاكس بتساوي بنانا، تمام. الو. بريك. يعني ايه بريك بقى؟ ديت الصوت ايوه بيقطع، سامعني؟ انا مش سامع. الصوت قطع. طب قلت ايه دلوقتي بقى؟ سامعني ولا ايه؟ سامع كويس. بتقول ايه؟ بقول لك، لو انا عندي مثلا فروتس بتساوي ابل وبنانا وشيري، تمام. تمام؟ وقمت قايل لك فور اكس ان فروتس، دي فيها مشكلة؟ تمام، مفيش مشكلة. هل دي فيها مشكلة؟ لا. طيب قلت لك اف ان الاكس بتساوي بنانا، يعني جيت في حاله معينه الاكس بتساوي، اف ان الاكس بتساوي بنانا، وقمت قايل لك بريك. عارف بريك يعني ايه؟ يعني بريك اقف. في الحاله دي يعني ايه؟ بريك ديت معناها يعني اطلع لي من لوب، يعني لو قابلك بنانا اطلع من لوب على طول، ما تكملش، فاهمني؟ فيه. يعني اطلع من لوب، يعني ما تكملش. يعني انت مثلا لو شغال، مثلا تعالى ناخد مثال، لو انا مثلا شغال على الاكس ان اللي هي الاول واحده دي، اللي هي اول ليست، ماشي، وقمت جاي في النص كده، قمت قايل له ايه، اف ان الاكس ايكوال بيج، يعني لو الاكس ديت بتساوي ايكوال بيج، ماشي، واقوم عامل كده كولوم، واقوم قايل له ايه، بريك. عارف يبقى بريك دي يطلع معناها لي ايه؟ ريد وبيج بس. اه، يبقى انت مثلا لو جينا نطبع مثلا، خلينا هنا نعمل برنت، خلينا نعمل اكس. برنت لمين، لقيمه الاكس. طيب اول مره الاكس دي هتاخد ريد، صح كده؟ صح. طيب هل الاكس بيساوي ريد؟ لا، هل الاكس بيساوي ريد؟ لا، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم عامل برنت اتبع. الاكس اللي هي ريد. بعد كده الاكس هتساوي بيج، ماشي؟ طيب هل الاكس بيساوي بيج؟ اه الاكس بتساوي بيساوي رينج. بيج، هيقوم عامل بريك. عارف بريك يعني ايه؟ يعني اطلع لي من اللوب دي خالص، اطلع منها خالص، ما تكملهاش، اقف يعني. ماشي؟ اه اقف يعني، بص كده اهو، طبعا رد بس. طبعا عندك ريد، وقام انت طالع لو بره عندك طبعا. لستة كبيرة مثلا، رقم 100 اه مثلا، رقم 80، قلت بريك عنده، يبقى يطلع من 81. طيب بريك دي انا ممكن استخدمها في ايه بقى؟ في السيرش، لو انا مثلا بسيرش على قيمه معينه جوه الليسته دي ووصلت لها، فانت مش محتاج ان انت تقعد تسيرش تاني، مش محتاج انت تكمل على بقيه ايوه الليسته، ايوه صح صح ولا ايه؟ صح طيب يبقى انت اللي بتدور على قيمه معينه جوه الليسته مثلا، والليسته دي فيها 1000 قيمه، وجيت في الرقم 165 لقيتها، فانت مش محتاج تقعد بقى تكمل الباقي كله، ايوه صح خلاص انت لقيتها خلاص، فيعمل بريك. تمام. طيب طيب في حاجه تانيه بقى، ايه اسمها، ايه اسمها؟ كونتينيو. يعني لو جيت هنا كده وقمت بدل البريك دي، قمت عامل لك، قلت لك كونتينيو. عارف يعني ايه كونتينيو؟ يعني يكمل مش انا هيقف. هعمل الران كده، وتقول لي انت الاوتبوت اللي ظهر ايه. بص كده، كمل عادي، مش مضر يعني. رد لا وتستي. مضر عديها هي بس، كمل على اللي بعدها. بالظبط كده، ده اللي انا عاوز اوصله لك. يبقى كونتينيو فهمتك. دي معناها ايه؟ يبقى سكيب ذا نيكست ستيب اند كونتينيو. يبقى دي معناها ايه؟ سكيب ذا نيكست ستيب، يعني ايه؟ يعني انت مش هتكمل الايه، مش هتكمل الجزء الباقي من الفور الباقيه دلوقتي، بس انت هتكمل على مين؟ على الستيب اللي بعد كده. يعني هتاخد ايه؟ هتاخد ايه؟ هتاخد تست. تيست جديده وتشتغل عليها كده. يبقى كده بيعمل ايه؟ بيعمل سكيب للكرنت ستيب، ماشي؟
الكرنت ستيت اللي انت شغال عليها ايه؟ اللي هي المفروض يعمل برنت لقيمه البيج. لا هو ما عملش، ما كملش بقى معايا، قام عامل ايه؟ اول ما شاف كونتينيو قام طالع فوق على طول للفور لوب واخد القيمه الجديده. اللي هي الاكس بتساوي ايه؟ بتساوي تيستي. فهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي؟ تمام. فدي طبعا حاجه اسمها كونتينيو وحاجه اسمها بريك. في مشكله كده؟ زي دي الفل، انا كنت مفيش عاوز مشاكل. اوصل لك الايه؟ المعلومتين مهم دولت جدا. لانهم حاجتين مهمين جدا. اهو ده مثال على البريك وده مثال على الكونتينيو. طيب تعالى نشوف المثال بتاع الكونتينيو ده بيقول لي ايه. انا عندي فروتس بتساوي ابل وبنانا وتشيري فور اكس ان فروتس، اف ان الاكس ايكوال ايكوال بنانا كونتينيو. ماشي، يعني ايه اللي هيحصل بقى؟ قول لي انت الاول أبل كده، انت في عندك وشيري. ايه؟ ابل وشيري بس. يبقى فهمنا كده الفرق ما بين بريك والفرق ما كونتينو بين كونتينيو. بريك. تمام. يبقى بريك معناها اطلع من لوب خالص، لو قبلك الشرط اتحقق اطلع من لوب خالص. كونتينيو معناها ايه؟ سكيب ذا كرنت، ايه ذا كرنت ستيب، يعني ما تكملش الباقي، اطلع خد الايه، خد النكست ستيب تمام خلاص. تمام طيب فدي اللي هي الايه، بريك وكونتينيو، دي حاجات خاصه بالفور لوب اصلا، بس انا تعمدت احطها هنا عشان لا استخدم معاها صح، الليست. انت صح 100% طبعا. دي ماشي، عشان كنا بانت لازم جدا، نشرح الليست بانت الاول. جدا. بانت حلوة قوي دلوقتي. طيب تعال نشوف كده اكسرسايز. اكسرسايز بيقول لي write a Python program to first print all elements in a given list of integers, then sum of its elements and print max value in the list. ماشي، يعني بيقول لي انا عندي لسته، الليسته دي فيها مثلا قيم، أرقام قيم انتجرز يعني، أطبعها كلها وعاوز يطبع، عاوز يطبع ال ومجموعها. الاول اليمنتس، ده اول حاجه. تاني حاجه عاوز يطبع المجموع بتاعهم. تالت حاجه عاوز وبعد يطبع كده الماكس بتاعهم. الماكسيمم فاليو بتاعتها. سهلة أوي. ديت ما فيهاش مشكله. يعني انا مثلا عندنا مثال بسيط، عندنا اكس مثلا بتساوي واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مثلا، وقمت هنا 50 مثلا، وقمت جاي هنا عامل زيرو عشان بس نلخبط الدنيا شويه كده، وقمت عامل هنا اثنين. طيب هل دي فيها مشكله؟ انا عملت برنت، اعمل لي برنت لا للكل ما هيتباع فيهاش مشكله كلها. اهو، برنت اكس خلاص كده، دي خلاص هيطبع لك الباقي كله. هو طيب الأرقام. في عندك في عندك فانكشن اصلا اسمها ماكس. يعني انا أيوة مثلا قلت له عملناها قبل ماكس، كده، عملنا وقمت ماكسيمم قايل قبل له كده. ماكس اوف اكس، هيجيب لك الماكس بتاعهم اللي 50. هم 50. زي الفل، عملنا برضه قبل كده. برضه في مينيمم لو انت عاوز مينيمم يعني. ما عملناها قبل طيب كده. سهلة. أو ماكسيمم تعال مينيمم. نشوف كده في صم ولا لا. أكيد في صم. في صم اهي، لو انت لك صم اوف اكس برضه نفس الكلام، قال 67. فيري جود، طيب سهلة هو جدا. كان قصده ايه بقى؟ كان قصده يدربك، يدربك شويه على ايه؟ على على الليست فانكشنز. الليست. هو مش عاوز تكتب له الحاجات دي جاهزه، مش عاوز تكتب له الماكس جاهز. هو عاوزك بقى ايه؟ عاوزك تشتغل بالفور لوب، يعني تعدي بالفور لوب على الاكس وتقعد تعد بقى وتشوفهم مكان واحد وتجيب الماكس بتاعهم بالاف، يعني تقعد تدور بالاف على اعلى واحده فيهم طب وتقعد موجودين تجمعهم برنت على بايه؟ طول باستخدام الفور لوب. الماكسيمم والصم اهو. بس دي فانكشنز جاهزه، يعني في مينيمم كمان وفي افريج وفي كل في حاجه اللي انت سكورين، عاوزه في كله كل موجود. حاجة. بس هو عاوز يدربك، يعني هو عاوز يدربك على حاجه زي كده. فانت ايه، لو لو عاوز يعني عشان تمشي ايدك بس هتعمل ايه؟ ممكن اقعد اعملها انا بقى. خلاص يبقى اعملها انت بقى عشان ايه، ايدك تمشي شويه. ماشي. هو سألك ماشي، فيها انا الأول عاوزك في تعمل فيها. هنا، عاوزك تعمل هنا ال print all باستخدام الفور لوب، وعاوزك في نفس الوقت تعمل لي print الماكس خلاص، وفي نفس الوقت تعمل لي ايه، print ال، هات لي كمان المينيمم. ماشي، ويعمل لي كمان print الايه اللي هو قايل يبقى عليها برنت اسمه اول بالفور لوب والماكسيموم والمينيموم، الفانكشن مينيموم وماكسيموم عادي صح؟ لا بالفور لوب برضه. برضو. طب ازاي بقى والسم، الماكسيموم في الفور لوب؟ ما هو مش انت واخد الاف، مش انت واخد الكونديشنز. فور لوب بقى، مش اف. اقول فور كذا، فور ما هي اللي هي اكس ليست او الاي ان الاكس مثلا، ما هقول انت له هتستخدم الاف، الفور مع الاف على فكره، هتستخدم الاثنين مع بعض عشان كل ماشي. مره تقارن القيمه اللي معاك بالقيمه اللي انت هتاخدها الجديده. زي انت كنت عامله قبل كده صح؟ في الفيديو ده. مش في الفيديو ده تقريبا، في حاجات قبل كده يعني. مثلا ماشي، اديني اكزامبل كده. انا هطبقه على مثلا المينيموم، وانا هطبق على الماكسيموم والسم والاول. طيب ماشي. المينيمم ده مثلا لو احنا خدنا مثلا ايه، قلت لك انا عاوز الاكس، انا عاوز مثلا اخد اول قيمه عندي موجوده في الـ في الـ في الليسته دي، عاوز اقارنها واشوفها، واشوفها هي هي فعلا، هي فعلا اقل قيمه ولا لا. فانا مثلا هاخد مثال، هقول له اس مثلا بتساوي اللي هو الاكس اوف زيرو، هاخد اول قيمه عندي كده. بعد كده اقوم عامل فور لوب فور اي ان اكس، ماشي كده هيمشي على كل الموجود في اكس. ايوه فاهم. بعد كده اقول له ايه، اف
القيمه اللي معايا دي انا بتهيألي ان هي القيمه المينيمم، يعني انا بعتقد ان هي القيمه المينيمم بتاعتي او المينيمم فاليو. انا عاوز اتاكد فعلا هل هي فعلا مينيمم ولا مش مينيمم. ماشي، اعمل ايه بقى؟ اقول له even minimum. هقول له اف بقى ان القيمه اللي انا هاخدها دلوقتي اللي هي الاي دي اللي انا هاخدها من الاكس، بس خلي اقل بالك من المينيموم فانكشن بتاع الاكس. لو القيمه ديت اقل من، ماشي، او خلينا نبدا بالمينيمم، يعني خلينا نبدا بقيمه المينيمم. لو القيمه بتاعت المينيمم دي تمام تساوي هي المينيموم دي. اكبر من ولا اصغر من، انا عاوز اقول له هل القيمه الثانيه ديت هي اصغر مني ولا اكبر مني. يعني لو القيمه فهمتك. المينيمم دي هي لا انا اكبر عايز من، التانية تكون بقى اكبر مني. يعني لو المينيمم دي اكبر من الاي، ماشي، هيعمل ايه بقى؟ يبقى هيخلي القيمه بتاعت مش المينيمم، مينيموم. هيخلي بتاعت القيمه بتساوي ايه؟ بتساوي الاي. بتساوي الاي. هي مش الاي دلوقتي هي اللي اقل من المينيمم؟ ايوه فاهم فاهم. طيب يبقى انا قمت قايل له ايه؟ قايل له خلاص خلينا ايفن قيمه المينيمم هي مينيموم بتساوي الاي بس اكبر كده. من الاي، يبقى خلي المينيموم بتساوي الاي. انا ماشي. افترضت في الاول ان قيمه المينيمم بتساوي اول قيمه، اول قيمه عندي اللي هي قيمه ماشي. الواحد. ماشي، تعالى بص بقى جوه كده. اول مره الاي هتاخد ايه؟ هتاخد اول قيمه اللي هي الواحد. طيب هل الواحد اكبر من الواحد؟ لا، فمش مش هيحقق الشرط ده. فتاني مره الاي هتاخد مين؟ هتاخد الايه؟ مين؟ الاثنين. طيب هل الاثنين، هل قصدي الواحد اكبر من الاثنين؟ لا. لا. طب بعد كده تاخد ثلاثه برضه نفس الكلام، الشرط مش حق. بعد كده تاخد اربعه لحد ما يوصل لكام؟ بص كده، زيرو. لحد ما يوصل للزيرو. طب هل الواحد هو اكبر من الزيرو؟ اكبر من الزيرو. يبقى هيخلي خلي المينيمم منهم بكام تاخد بقى؟ الاي. فهمتك. هيخلي القيمه بايه؟ بالايه؟ مينيموم. بالاي الموجود بس انت عندي. عشان عارف ان الرقم ده تاني رقم مينيموم، بس بتقول ايه؟ عشان انت عارف ان رقم واحد ده التاني، يعني انا مفيش غير رقم واحد بس قبل منه مينيموم بس. فاستخدمت مش انت فاهم. كريفرنس بالراحه. انت قلت له مينيموم بيساوي اكس باور 0، تمام، اللي هي قصدي اندكس 0 دي اللي هي ليست 0. انت قلت له هنا انت عارف ان رقم واحد ده، رقم واحد هو الريفرنس اللي هتشتغل بيه، صح؟ بالظبط. هيلف على الارقام كلها. الواحد طبعا هيكون ايه؟ الواحد ده هيكون اكبر، مش هيكون اكبر من الارقام كلها، هيكون اصغر من كل الارقام ما عدا لا رقم مش واحد. لازم، مش لازم. انا ممكن اقول له ايه؟ انا ممكن اقول له الرقم ده بالنسبه لي 100. طيب ما ممكن يبقى فيه كذا رقم اقل من 100. فاهم قصدي؟ ماشي، يعني المينيمم دلوقتي هيطلع كام؟ دلوقتي انت لو قلت لي مثلا لو خليته 100، ايفن مينيموم اكبر من الاي، يعني الرقم ده اكبر من الرقم اللي معايا، يبقى ايه؟ تخلي منه. طب ما انت عندك كده منه يطلع كذا رقم، يطلع اثنين وثلاثه وكل الارقام. ماشي، ما هو التانيين ماشي عليهم بقى لحد ما ايه، هيفضل ماشي على كل واحده، هياخدها كمينيموم مش يعني. كل مرة ماشي. بيحصل. لو هو صغير هيتعامل مكانه، هيتحط مكانه. ايوه ماشي، صح. هو كده بيمشي عليه. لو انت عاوز تعدل الشرط شوية، خلي الاي دي عشان ما تلخبطش، خلي الاي دي اللي هي القيمة انت خدتها ديت، خلي لو الاي اقل من المينيموم، هي نفسها على فكرة، ماشي. لو الاي دي اقل من القيمة بتاعت المينيموم دي، زي الفل. هي. تمام. يعني لو القيمة اللي انت هتاخدها دلوقتي دي اقل من المينيموم، اعمل لي بقى ايه؟ اعمل لي ريبليس، اعمل لي ريبليس لقيمه المينيمم بالقيمه الجديده. زي خلاص، الفل. فاهم. بس كده. يبقى الاوتبوت تمام. اللي هيطلع ايزي. بالنسبه لك، لو احنا جينا عملنا ران كده، بص كده هتلاقي في الفاريبل اكسبلور، هتلاقي قيمه المينيمم اللي موجوده عندك اهو خدم. اهوت فهمتك. بزيرو، بزيرو. فهمت. وراح خد اقل رقم هو اللي عمل له اساينمنت. صح. فهمت. بالظبط اهو، فيري جود. اللي هو زيرو. يبقى انا نفس فهمت. الكلام. لو جيت هنا وانت عامل عملته برنت، للماكسيموم. لو انا جيت عملت هنا برنت، برنت مينيموم ماشي، فانكشن. دي المينيموم فانكشن خلاص حصل لها ريبليسمنت، المينيمم ديت هي خلاص كده هتطبع لك بقت القيمه اللي اللي هي هي ايه؟ اللي هي زيرو. زيرو. الله ينور. طيب صح. عاوز تجيب الماكس بقى، هي نفس الطريقه بس نفس هتعدل الطريقه تعملها بزي ما هعملها كده. بقى، انا هعملها عشان ماشي، اتدرب عليها. ماشي. الصم تعمل لي الصم برضه، جمع لي الصم باستخدام الفور لوب. ماشي، ماشي. يعني جمعهم كلهم على بعض في فاريبل ازاي بس اجمعهم بقى؟ وطبعه لي. تبقى رخمة شوية. هتعمل فاريبل كده بيبدا بزيرو، يعني مثلا تقول لي ماشي. ايه؟ صم بتساوي زيرو، وتبدا تجمع عليه بقى، جمع اللي تحت دول كلهم، تاخد كل مره واحد فاهم. منهم وجمعها عليه. زي الفل. فاهم. ماشي. طيب يبقى ده اللي هو الاكسرسايز ده. طيب الاكسرسايز الثاني برضو عاوزك تشتغل هيستوجرام فيه. write كمان a فلو python تشارت. program to create a histogram from a given list of integers. عارف يعني ايه histogram؟ يعني انا histogram يعني عارف هيستوجرام. نفس الشكل ده كده. يعني مثلا هتديك ليست زي دي كده، يعني في ليست فيها 6 3 7، وانت على حسب كل قيمه من دي هترسم 6 استريك اول حاجه في السطر الاول، بعد كده 3 ديت هترسم 3 استريك.
بعد كده السبعة ترسم سبعة استريك بس. دي المشكلة، دي الموضوع كله مش صعبة يعني. دي بقى هتستخدم فيها ايه؟ هتستخدم فيها نيستد لوب، يعني فور فور تمشي على على كل واحدة من دي، وفور التانية ترسم انت عايز تطلع الشيب ده يعني اللي قدامنا ده يعني عاوز قصدك؟ تطلع الشكل ده. بالظبط، ماشي فهمتك. لا انا ما جاتش في بالي كده، عاوزك انا تركز افتكرت فيها كده وت ان ايه؟ كاري هيستوجرام بلوت. ماشي ماشي خلاص، لا انا عاوزك ترسم الشكل ده كده. شكل بس سهل. يبقى دي هتشتغل بالنستد لوب، بالنسبة اللوب لوب. اللي تمشي على كل واحده من دي، واللوب الثانيه ايه ترسم كل واحده من دي. بس طبعا دي اللوب صعبة الثانيه كل شوية ما في بتخلص حاجة. واحده ايه؟ انا كده انا عارف اظبطها ازاي، نخلي ارقام اللوب التانية صغيرة عشان هي تبقى اقل واحدة زي ما مرسومة في الشيب كده. لا ما هي اللوب الثانيه اصلا هتاخد كل مره قيمه من دي، يعني اللوب الثانيه كل مره هتاخد قيمه من دي. يعني انت عندك لسته بالشكل ده كده اللي هي 6 3 7، الليسته ديت دي اللي انت هتشتغل عليها يعني 3 مرات في اللوب الكبير. اللوب الصغيره بقى هتاخد كل مره قيمه من دي، يعني جيفن ان انت معاك لسته زي دي كده 6 و3 و7 ماشي، هتشتغل عليها بالنستد لوب بقى. اللوب الكبيره هتمشي 3 مرات، اللوب الصغيره تشتغل كل مره على نفس العدد ده، هتاخد 6 هترسم 6، هتاخد 3 بترسم 3، هتاخد 7 بترسم 7. عاوزك تركز فيها كده وت ايه ماشي هناخد فيها وتحاول وثلاث توصل لحل ثلاث فيه. فيه. ماشي خلاص ماشي. طيب، الطابل والديكشنري بقى هي حاجه شبيهه للليست، بس دي طبعا في فرق ما بين الاثنين دول. تعالى ناخد الطابل بس كده. ماشي. لو احنا عندنا الطابلز ديت هي حاجه شبيهه للليست، بس طبعا في فرق بين الاثنين. الفرق بص بقى، ركز معايا بقى كده. البراكت انت لما كنت بتعمل ليست كنت بتعمل براكت اللي هي ايه؟ اللي هي التانية الاستريد، دي اللي هي اللي عامله زي اللي هي القوس، مش زي يعني قوس تاني. اللي جنب طيب لو البي. انت عاوز تعمل طابل بتعملها بالايه؟ بالقوس ده ماشي؟ الطابل بيتعمل بالقوس اللي انت شايفه ده كده، هي نفس تمام. القيم الموجوده جوه، ممكن ياخد برضه ممكن ياخد قيم مختلفه، يعني ممكن ياخد انتجرز وسترنجز وكل حاجه زي الفل. عادي. تمام. بس هقول لك الفرق دلوقتي ماشي؟ طيب تاني حاجه، ان انت عشان تاكسس الفاليوز الموجوده في الطابل ممكن تاكسسها برضه بنفس الطريقه اللي احنا اكسسنا بقى ليست بالشكل ده كده. طابل مثلا 1 اوف ايه اوف 0، طابل 2 من 1 لحد 5، يعني كده هيجي لك من 1 ل 4، يعني هو نفس الكلام بالظبط ماشي. ماشي. الفرق الوحيد لحد دلوقتي ان انت القوس ده هو ده القوس المختلف عن القوس التاني ماشي، ده الفرق ايه الوحيد. طيب بص بقى كده، المشكله بتاعت الطابل ان هو بيقول ايه؟ طابلز ار اميوتابل. يعني ايه اميوتابل؟ يعني which means you cannot update or change the values of the table elements. You are able to take portions of existing فهمت. tables to create a new هناك في table. الليست كنت يعني اقدر المشكلة اغير بتاعت القيمة. التابلز إن هي لا تقدر تعدل، بالظبط لا تقدر تعدل فيها، ولا تقدر تعمل أبديت، ولا تقدر تعمل أبند، ولا تقدر تديليت، ولا تقدر تعمل أي حاجة خالص. دي رخمة جدا دي. كل اللي تقدر تعمله إنك تاخد منها بورشن، يعني تاخد منها جزء مثلا زي ده كده ماشي، تاخد منها جزء زي ده كده وتحطه مثلا في لستة جديدة عشان تقدر تشتغل عليه ماشي. بس احنا ما بنشتغلش على الطابل، يعني انا قلت لك ان في حاجه اسمها طابل موجوده في البايثون، بس فطبعا عشان رخم هي ما قوي فيهاش فلكسبيليتي الليست فاحنا برقبتها ما بنشتغلش بصراحة. عليها اصلا. عشان هي اصلا يعني دايما لما بنشتغل على مشاريع بيبقى محتاجين ان احنا نعدل في الايه؟ في نعدل في الأرقام القيم وأنا الموجوده في كده. الليست دايما طبعا يعني. 100%. طيب بس انا لازم اعرفك ان في حاجه اسمها طابل يعني. طيب لو انت عاوز تمسح الطابل بقى كلها، هو ده اللي يديك صلاحيه بقى تمسحها كلها، مش هيمسح لك مش منها حاجه همسح معينه. رقم فيها. هتمسحها كلها ازاي؟ هتعمل كلمه ديليت، كلمه ديل وايه وتي وبي. يعني تيوبي. مثلا مثال بسيط، لو انا خدنا المثال ده كده قمت جاي في البايثون قمت قايل لك هنا ايه كنترول في اهوت ماشي، قمت قافل الكلام ده كله كده. بص كده انا عملت ايه، وعندي هنا كمان برينت و يعني مثلا عندي طابل اهي بتساوي، كومة بقى. دي نظبط الكلام ده كمان مثلا، يعني دي 3 سترينج اهمت فيزيكس و1997 ماشي، و ودي بتساوي بس مش دبل بتساوي. وقلت لك مثلا برينت الطابل دي، اطبع لي الطابل دي ماشي. طبعا مش لازم تكون اسمها طابل، يعني ممكن اي حاجه، ممكن اقول له ليست 1 عادي، بس هي هتشتغل بالطريقه بتاعه الايه الطابل يعني. يعني ده حاجه ودي حاجه تانيه. الكوس. طيب اهو، فدي اسمها طابل دي اسمها طابل. لو انا عملت لك برنت للطابل هيطبع ماشي، وجيت اعمل مثلا هنا ايه، مش جيت اعمل ده هيطبع. كومنت كده كنترول 1
وتعالى نطبع كده اهو، هيطبع لك فيزيكس 1997 وايه و2000. طيب لو انا جيت قمت عامل ديليت، بص كده، لو انا جيت قمت عامل ديليت ايه اللي هيحصل؟ جيت هيتلغي، اعمل برنت، مش برنت هيطلع للطابل حرف. تاني، ماشي. بص بقى كده ايه اللي حصل اهو، هيقول لي ايرور، النيم طابل از is not نوت defined، ديفايند، يعني يعني كانه كده اصلا مش مش موجود، موجود. كانك انت كنت لسه معرفه من شويه، بس كانه مش موجود اساسا، خلاص كده. فيه طيب كلمه ديليت ديت ممكن تستخدمها مع الليست، يعني انت تعمل ليست عادي وممكن تمسح برضه الليست كلها كامله باستخدام الديليت دي، ما فيهاش مشكله. فالديليت ديت هي عباره عن كي وورد موجوده بلت ان، بتستخدم عشان تمسح ايه، يا اما ليست يا اما تابل يا اما ديكشنري، very good، تمام. خلاص. يبقى دلوقتي بص كده حتى كمان عمل ايه، بيقول لي undefined name تي في، مش م... اه ماشي. يبقى احنا ماشي، واقفين عند صفحة 70، سبعين. هنتكلم في الديكشنريز انا المرة الجاية سمعت ان عن شاء الله. الدكشنرز دي، مهمة. ماشي، اه مهمة، مهمة جدا، فاضل لنا قد ايه في بيستخدم برضه البايثون في نفسه؟ البايثون، يعني ممكن تقول مثلا تو سيشن كده او ثلاثة. زي الفل، ونخش على جوبيتر بعد كده ان شاء الله. هنخش بقى على الماشين ليرنينج الاول كده، نشرح نظري شوية حاجات كده، وبعد كده نبدأ نطبق عملي بقى ايه التكنيك اللي انت اشتغلتها في الماشين ليرنينج قبل كده؟ كتير. يعني هنشتغل في الاول كده، هفهمك اصلا الماشين ليرنينج دي بدات ازاي اساسا، زي الفل، وبتعتمد على ايه، من اول اللينير ريجريشن، من اول التنبؤ very good. بالخطي اللينير ريجريشن، وبعد كده المالتي لينير linear ريجريشن، وبعد regression كده اللوجيستيك ريجريشن، مهم أوي، وبعد logistic كده ده بالنسبة لي. وهنتكلم بعد كده على سبورت فيكتور ماشين، يا ريت، وهنتكلم بعد كده على النيورال نتورك، very good. ماشي. وبعد كده الديب نيورال نتورك، كل حاجه هناخدها نظري وعملي، ما تقلقش من عندي الكلام ده سؤال كله. بالنسبة للديب، بس بعد كده مش عايز ابقى عايز فيها فكرة كده، في عايز اعملها في شغلي، بس بعدين يعني بعد 6 شهور 7 شهور. ماشي اتفضل. هو الديب ليرنينج ده يساعدني لو انا اديته صور انه يعرفها لي، ان انا مثلا لو الصور يتعلم منها، اديته مثلا صورة قطة وقلت له ان دي قطة، اديته صورة كلب ان ده كلب، واديته صورة مثلا ساعة يبقى دي ساعة، وبعد كده جيت اديته صور تانية وقلت له توقع لي الصورة دي ايه، يعرف يعمل حاجة زي كده؟ بالظبط، ما هو ده الديب ليرنينج، هو ده الديب ليرنينج، دي انا عايز اعملها في ده اللي الاخر احنا خالص. هندرسه في الاخر، تنسر حاجه فلو دي اسمها ولا ايه؟ ده هنستخدم فيه التولز لازم تنسر بتاعه فلو ولا تنسر حاجة فلو، تانية؟ هنستخدم كيرس. كيرس ديت هي تحت تنسر فلو، زي الفل، فيري جود، الكيرس تمام. لايبرري يوم دي الخميس ان شاء بنستخدمها في الله الديب نقعد ليرنينج، باذن الله. وهستخدم وهشتغل معاك ماشي، هشتغل معاك اللي هو الكونفوليوشنال نيورال نتورك، عشان نعمل دي بقى ديب ليرنينج، نعمل كلاسيفيكيشن للصور، انواع وازاي النيورال نعرف نتورك، في حاجة ندخل اسمها الداتا، ريكورنت وحاجات ندخل داتا كده، صح؟ سيت ونتنبأ بقيم جديدة وهكذا. ماشي، تعبك معايا جدا يا دي اخوي، حاجات معلش. ادفانسد قوي، يعني احنا بس انا هنفتكر عايز بس ان اوصل احنا لها. نوصل للصور، نكتب نعمل اكتيفيشن للصور، نعمل كلاسيفيكيشن قصدي للصور. لا انا عايز اوصل لكل الحاجات دي، انا معاك في اي حاجة، بس نوصل للحاجات دي ينفع؟ ماشي، بس ده يعني دي حاجة متقدمة مش تبع الكورس ده، مش مهم، انا معاك في اي حاجة. يعني احنا هنوصل دلوقتي للسي ان ان، ماشي. نخلص بس دلوقتي عشان ماشي، الموضوع انت اصلا مش هيطول معانا ان جامد، شاء يعني الله نقعد. هنخلص الاساسيات. انت وراك حاجة؟ انت مش كده كده ده بارت تايم مع الشغل يعني، مش مشكلة. ماشي ماشي، مفيش مشكلة، نخلص الكورس. مفيش الصوت مشكلة، قطع، ماشي، خلاص ماشي، اوكي. هنخلص ان يوم شاء الله الخميس ان شاء الله، ايه نظامك الخميس مبدئيا؟ الجزء بتاعنا. خميس الساعة كام؟ امتى؟ الصبح مثلا ولا صعب بالنسبة لك؟ لا ولا ماشي، طيب مفيش مشكلة السبت؟ عادي، شوف اللي رايحك، هقول لك ممكن انا نفس النهارده. الميعاد 12، 12 ونص ان شاء الله. 12 ونص، ماشي مفيش مشكلة، ماشي ماشي يا اشتغل انا في حاجه ماشي بقى، ولو في حاجه اكلمك. الف شكر، تعبتك ماشي. معايا جدا. لا لا ماشي، شكرا، ماشي، يلا يلا مع السلامة. سلام.